رقم 20 حسين حاكم. رقم 45 جمعة سعيد. قائمة الثانية كاملة. رقم 1 مصطفى كنكوري. رقم 11 عبد الرحمن المناي. رقم 13 ناصر الوهيب. رقم 34 أليكس ليما. رقم 5 فيصل محمد. رقم 8 بشاري سعود. رقم 30 شاكر محمد. رقم 18 ناصر علي. رقم 7 طلال سليمان. رقم 10 يوسف ناصر. رقم 9 باتريك فابيانو. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. نجدد التحية معكم هنا من استاد جابر الدولي في هذا اللقاء الكبير المنتظر في نهائي كأس سمو أمير البلاد المفتى والذي يجمع ما بين الكويت ونادي كاظمة في نسخة تتكرر وفي سيناريو يتكرر للمرة السادسة تاريخيا بأن يلتقي السفير والعميد على مستوى المباراة النهائية في هذا اللقاء بعد آخر مباراة جمعت ما بين الفريقين في عام 2011 وذهبت بعد ذلك الأمور لمصلحة نادي كاظمة الذي نجح في الفوز في ذلك اللقاء الأخير الذي جمع ما بينهم في المباراة النهائية بهدف لطلال سليمان. والرجل الذي يظهر أمامنا اليوم
اللاعب اللي كان حاضر مع نادي كاظم في ذلك التوقيت فهد العنزي يسجل حضوره في هذه المرة مع نادي الكويت، ويمني النفس أيضا بتحقيق الإنجاز لأن يكون حاضرا سواء بقميص السفير أو حتى في الجانب المقابل بالقميص الذي يرتديه الآن مع نادي الكويت، وليسجل حضوره تاريخيا أيضا كأحد أبرز الأسماء التي ارتدت ولبست ولعبت للفريقين من خلال السنوات الماضية منذ انطلاق كرة القدم الكويتية في بداية الستينيات القرن الماضي. هنا في هذا اللقاء الكبير في ملعب جابر الدولي، هذا الصرح الرياضي المميز عربيا خليجيا من خلال حقيقة يعني الديزاين الخارجي والتصميم الخارجي لهذا الملعب، المرافق الموجودة في هذا الملعب، مدرجات هذا الملعب، كل شيء حقيقة، عملية الخروج والدخول والتنظيم الحاضر قبل بداية هذه المواجهة، وبالتالي كل الأجواء باتت مهيئة لنهائي كبير منتظر هنا في هذا اللقاء وفي مباراة اليوم، وبالتالي كل الشكر والتحية والتقدير لكل القائمين على هذه المباراة النهائية ولكل المسؤولين عن إقامة هذا الحفل الكبير وعن إقامة هذا الأوبريت الكبير من أجل عودة كرة القدم الكويتية ولتوجيه رسالة إلى العالم، كل العالم مفادها نحن هنا، نحن موجودين، لا يمكن لأحد بأن يمحو تاريخ، لا يمكن لأحد لأن يزيلنا من على الخارطة، سنعود، سأعود أكبر عاشق متمرد، سأعود يوما نعم. هكذا يبعث الكويتي رسالة مفادها بأننا في يوم من الأيام وقريبا قريبا بحول الله ستعود الرياضة الكويتية وستعود كرة القدم الكويتية أيضا خلال فترة قليلة قادمة، وهذا كما ذكرت صرح به رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد إيفانتينو خلال الأيام القليلة الماضية عندما كان حاضرا في زيارة قصيرة إلى العاصمة القطرية الدوحة بانتظار صافرة حكم المباراة سعد الفضلي الذي يدير هذا اللقاء والذي يعاون كل من فارس الشمري كحكم مساعد اول في مباراة اليوم، يعقوب للسهيل حكما مساعدا ثانيا، علي فؤاد حكما رابعا في هذا اللقاء، علي كرم الحكم الاضافي الاول الموجود في الجهة اليمنى للمشاهدين وخلف مرمى نادي كاظمة حاليا، والحكم الاضافي الثاني اللي هو احمد طاهر الموجود في الجهة اليسرى للمشاهدين والمنصة الرئيسية، بالاضافة الى وجود يعني في ظاهرة ربما تكون للمرة الاولى على مستوى كرة القدم والحديث عن 7 حكام حاضرين لأن هنالك حكما احتياطيا اللي هو السيد علي محمود. في انتظار صافرة البداية مشاهدينا متابعينا في كل مكان هنا في هذا اللقاء الكبير، في هذا السيناريو الكبير المنتظر، في هذا العرس الكروي الكبير الحاضر الآن، صافرة البداية من حكم المباراة سعد الفضلي تأتي بالنسبة للعميد الكويتاوي الذي يبدأ المباراة اليوم بألوانه التقليدية المعروفة باللون الأبيض على يسار المشاهدين. بسم الله دائما وأبدا ينطلق هذا اللقاء، تبدأ هذه القمة، هذه المواجهة في ظروف أتيحت من أجل أن نشاهد سيناريو ربما يكون الأفضل خلال السنوات القليلة الماضية على مستوى المباراة النهائية بألوانه التقليدية المعروفة. محمد عبد الله الفريق الرجل الذي قاد الكويت في النسخة الماضية للتتويج باللقب يلعب بمصعب الكندري في حراسة المرمى، عادل الرحيلي، حسين حاكم، فادي الهاجري، سامي الصانع في المنتصف، محمد كمارة، يوسف الخميسي، أمامهم الثلاثي فهد العنزي وحسين الحربي وجمعة سعيد، وفي المقدمة يتواجد المتمرس والخبير والعالم بشؤون كرة القدم الكويتية اللاعب فراس الخطيب، بينما في الجانب المقابل كاظمة بألوانه التقليدية البرتقالية يعود مجددا إلى الساحة، يظهر من جديد السفير، يعود من أجل أن يحمل الراية، يصل إلى أن يكون حاضرا مرة أخرى على الساحة كماوي أنا والفوز إن شاء الله لنا. هكذا رددت جماهير نادي كاظمة مع بداية هذه المواجهة، وتعتمد في مباراة اليوم على الشاب كنكوني في حراسة المرمى، ناصر لوهيب، عبد الرحمن البناي، أليكس ليما، فيصل دشتي في المنتصف، ناصر الفرج، مشاري العازمي، طلال فاضل، شاكر قيعي، وفي المقدمة يوسف ناصر وباتريك فابيانو. هذه الأسماء الحاضرة في تشكيلة المدرب الروماني ماتروك فلورين.
ماتريك فلورين المدرب الذي يبحث بأن يسجل يعني حضورا تاريخيا كبيرا مميزا بأن يكون الحكم أو المدرب الروماني الأول تاريخيا الذي يتوج بهذا اللقب. نعم، بعد أن فشل مواطنه المدرب إيلي بيلاتشي مع نادي كاظما خلال الثمانينيات والتسعينيات القرن الماضي في أن يصل وأن يفوز بهذا اللقب، يسعى الروماني ماتريك فلورين بأن يكون حاضرا وأن يسجل اسمه بحرف من ذهب ويكون المدرب الروماني الأول تاريخيا الذي يتوج بلقب هذه البطولة، إذ أنه لم يسبق لأي مدرب روماني وأن فاز بلقب بطولة كأس أمير دولة الكويت. كرة فيها محاولة لمصلحة الكويت، يبدأ المباراة بشكل جيد لكن بعد ذلك صافرة حكم المباراة سعد الفضلي تأتي وتشير إلى وجود خطأ لمصلحة كاظمة على فراس الخطيب، واحد من الأسماء المتمرسة في المباراة النهائية، الرجل الذي سبق وأن سجل 3 أهداف على مستوى المباراة النهائية وبالتالي يسجل حضوره أيضا اليوم ويمني الناس في أن يكون حاضرا أيضا بهدف في هذا اللقاء وبالتالي يصل إلى أن يكون منافسا على الأرقام القياسية كأكثر اللاعبين تسجيلا في المباريات النهائية. كرة فيها محاولة ملعوبة لمصلحة الكويت، أبعدت الكرة الماضية. طبعا كل كظماوي اليوم لا يتمنى بأن يسجل العميد سيناريو السنة الماضية عندما أنهى المباراة في أول 20 دقيقة في مواجهته أمام النادي العربي وأجبر العرباوية على مغادرة المدرجات مبكرا، وبالتالي في الجانب المقابل جاءت جماهير الكاظمة تهتف خلف فريقها وتبحث عن الصمود، لأن الكل حقيقة هنا في دولة الكويت من متابعين، من محللين، من مراقبين لكرة القدم، من عارفين بالوضع على مستوى الرياضة الكويتية يضعون نادي الكويت هو صاحب الكفة الأرجح ويضعون الترشيحات التي تميل بشكل كبير لمصلحة الكويت في هذا اللقاء بقيادة هذا الرجل محمد عبد الله. صولات وجولات كبيرة سواء كان لاعبا أو حتى مدربا حاليا في مع نادي الكويت، الرجل الذي يبحث عن 3 ألقاب كمدرب، 7 ألقاب في المجمل العام، لأن محمد عبد الله سبق وأن توج باللقب 4 مرات كمدرب، وهذا الرجل أيضا سبق وأن سجل في المباراة النهائية ل4 مرات، وبالتالي يسعى اليوم إلى أن يكون مدربا بطلا للمرة الثالثة كمدرب وللمرة السابعة تاريخيا كمدربا ولاعبا. كرة فيها تدخل، صافرة موجودة، خطأ يأتي على هذا الرجل الذي يظهر أمامنا الآن عبد الرحمن البناي، أو التدخل أيضا كان من البرازيلي أليكس ليما في اللقطة الماضية، وبالتالي يأتي قرار حكم المباراة سعد الفضلي بوجود خطأ لمصلحة نادي الكويت وعلى اللاعب أليكس ليما، والتدخل الذي كان حاضرا أيضا من اللاعب صاحب الفانيلة رقم 11 سعد اللاعب عبد الرحمن البناي، البناي بالفانيلة رقم 11 لكنه لاعبا في خط دفاع نادي الكاظمة في مباراة اليوم. كنكوني في المرمى يبحث عن التوجيه، لا يتمنى بأن تهتز الشباك مبكرا، نبحث عن إثارة عن متعة نعم لكن لا نتمنى بأن تنتهي مبكرا. كرة فيها محاولة ملعوبة خطيرة، يرتقي في اللقطة الماضية عادل الرحيلي لكن مرت الكرة، عادت مرتدة وصلت لمصلحة السفير كاظمة، يبحث عن الضرب عن المباغتة عن التسجيل لكن أيضا تغطية تأتي وإبعاد يأتي والكرة الماضية يستعيدها لاعبون نادي الكويت من جديد هنا عن طريق اللاعب فراس الخطيب إلى فهد العنزي. العنزي يبحث عن التقدم، يبحث عن المرور، ينتظر المساندة، يلعب كرة في الجهات اليمنى لم تصل بالشكل المطلوب، عادت تخلصت عن طريق عبد الرحمن البناي، لمسة في منتصف ملعب المباراة، أمامية تأتي الكرة عن طريق اللاعب أليكس ليما تلعب، لكن أيضا فهد الهاجري في توقيت مميز جدا يبعد الكرة الماضية والمحاولة ويعيد الكرة بعد ذلك لمصلحة نادي الكويت. حضور جماهيري ومن وجهة نظر شخصية أعتقد بأنه منطقي وجيد جدا حقيقة قياسا إلى جماهيرية الفريقين على مستوى دولة الكويت، لا يختلف أحد على أن القاعدة الجماهيرية الأكبر تذهب للقادسية وللنادي العربي على مستوى الجماهير هنا، لكن في الجانب المقابل محبين عشاق متيمين مشجعين وحضور كبير جدا بالنسبة لجماهير نادي الكويت ولجماهير نادي كاظمة في مدرجات استاد جابر الأحمد الدولي هنا في هذا الملعب وهنا في هذا المكان، ويأتي الحضور الجماهيري. لو كانت المباراة في ملعب أصغر
لو كانت في ملعب أصغر من الملعب الذي نشاهده الآن لكانت الأمور بشكل أفضل حقيقة على مستوى الجماهير، لكن يجب أن يكون حضور أكبر هذا الملعب، يجب أن يظهر للساحة، يجب أن يظهر للمشاهدين، يجب أن يظهر للكل، يجب أن يتم استخدامه مرارا وتكرارا، ويجب أن يعود إليه الأزرق بأقرب وقت ممكن، والعاملين على عودة الأزرق هنا على مستوى يعني القادة الحاضرين والرجال التي تعمل حقيقة من كل مكان من أجل عودة الرياضة الكويتية وعودة الأزرق على وجه التحديد إلى المحافل الدولية وإلى المنافسات القارية، لهم كل التحية والتقدير، على أمل إن شاء الله إن شاء الله أن يكتب كل النجاح لمجهودهم اللي قاعدين يبذلونه خلال الفترة القليلة الماضية، والحديث عن مجموعة أسماء نتمنى لها كل التوفيق. كرة فيها محاولة تصل إلى حسين حاكم، لمسة إلى فادي الهاجري، تغيير الاتجاه لها في الجهة المقابلة، تصل محاولة إلى عادل الرحيلي، أمامية من الرحيلي الآن، حسين الحربي عودة بالكرة الماضية من جديد لمصلحة فهد الهاجري إلى القائد حسين حاكم، يبحث عن المقدمة، لاعبو كندي كاظم يتراجعون من أجل التغطية الدفاعية في اللحظة الماضية، بينما الكويت ولاعبي نادي الكويت يبحثون مبكرا عن تسجيل هدف ربما يحسم الكثير من الأمور. كرة فيها محاولة ملعوبة عرضية في منطقة الجزاء لكن أبعدت، لا زالت مستمرة، لا زالت قائمة، تسديده الله 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 الكويت كويتاوي، ليل الكويت كويتاوي، العميد يبدأها بقوة بأقدام كمارا، شوف اللقطة الماضية وبعيدت نام وصلت إلى كمارا بالقدم اليمنى، مبكرا وكأنه يرفع شعار عميد ما عرف انزل من القمة، انا ارضي السماء كيف اقبل نزولي، يرتقي والشاب كنكوني لا يملك الا ان يكون متفرجا في الدرجة الممتازة على الكرة الماضية، ويستقبل اول اهداف في المواجهة مبكرا، يستقبل اول اهداف في المواجهة مبكرا هنا عن طريق كمارا الذي يسجل اول اهدافه بالمناسبة في بطولة الكاس، اول اهدافه، لكن قد يكون اغلى اهدافه، قد يكون اغلى اهدافه، هدف ياتي مبكرا جدا هنا في هذا اللقاء، يشعل الامور في ارضيه الملعب، يترجم فعليا بان القراءه المسبقه حاضره مع الكويت، يبدا من خلالها بالتسجيل، يثبت بانه الافضل، يستمر يبحث عن ثلاثيه تاريخيه في هذا الموسم، بداها بسوبر انهاها بعد ذلك او استمر على كاس ولي العهد، لا يريد ان ينهيها لكن يتمنى الاستمرارية بالفوز اليوم، وبعد ذلك يواصل مسيرتك متصدرا لمنافسات بطولة الدوري، ويتوج بأربعة ألقاب في موسم واحد، ويبدو الأمر حقيقة في غاية الصعوبة، نعم، لكن على العميد الكويتاوي ما في شيء صعب، ما في شيء صعب، عميد ما عرف أنزل من القمة، أنا أرضي السماء كيف أقبل نزولي، أبدا لا يقبل ذلك، وبالتالي يسجل أول أهداف في المواجهة، ويتقدم الآن بهدف مقابل لا شيء هنا بقذيفة، وكأنه يعيد سيناريو النسخة الماضية عندما سجل الكويت، أعتقد بأنه كان أول أهداف في المباراة، نعم سجل أول أهداف في المباراة بقذيفة رائعة جدا من خارج منطقة الجزاء، كرة فيها محاولة ملعوبة الآن وبعيدة اللقطة الماضية، وصلت في الجانب المقابل، تعود المحاولة من جديد لمصلحة نادي الكويت الآن، عرضية داخل المنطقة خطيرة، أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، أبعدت الكرة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة بعد ذلك وصلت إلى خارج أرضية الملعب، والكرة إلى ركلة ركنية على يسار حارس المرمى للشاب كنكوني، على يسار حارس المرمى الشاب كنكوني الآن ركلة مرة يعني سجل، نعم لكنه لا يتراجع، يبحث عن هدف آخر، ما أدري متى يشبع،
لا يشبعون، لا يشبعون ابدا، وبالتالي يبحثون دائما وابدا عن الوصول، عن المواصله، عن التسجيل، عن الالقاب. وبالتالي هذا الامر حقيقه بالنسبه لكل لاعبي نادي الكويت اصبح عاديا خلال السنوات القليله الماضيه، عندما اصبح احد الركائز الاساسيه في كره القدم الكويتيه، واحد الاسماء الرائعه جدا التي نقلت يعني ابداعات كره القدم الكويتيه خارجيا، عندما نجح هذا الفريق في التتويج والفوز بلقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لثلاث سنوات، عندما في 2009 و2012 و2013، وخسر النهائي أيضا في عام 2011. وبالتالي يبحث عود خلال سنوات قليلة قادمة بحول الله للعودة للمشاركة آسيويا. كرة فيها محاولة لمصلحة كاظمة، يلا يا كظماوي، يلا يا سفير، الكويت سووا اللي عليهم. الجانب المقابل بانتظار الرد ان ياتي من قبل لاعبي نادي كاظمة. كرة فيها محاولة ملعوبة امامية الان لمصلحة كاظمة، عرضية داخل منطقة الجزاء مرت من امام الجميع، من امام باتريك فابيانو ومن امام يوسف ناصر، الركائز الاساسية والداعمين الاساسيين لحظوظ نادي كاظمة من اجل التسجيل في مباراة اليوم وانتصار يحقق ربما عودة بعد غياب السنوات الست الماضية للتتويج بالالقاب مرة اخرى. يوسف ناصر وباتريك فييرا فابيانو، عفوا باتريك فابيانو ويوسف ناصر، هم الاثنين اللي ممكن ان يعول عليهم الجمهور الشيء الكبير. ومن خلفهم ياتي التونسي شاكر رقيعي، رجل صاحب الثلاثين سنة والذي يقدم مستوى جيدا، ونتمنى بأن نشاهد أيضا بأداء رائع من خلال هذا اللقاء. كرة ملعوبة بشكل سريع تصل لمصلحة نادي كاظمة في الجهة اليمنى، التقدم يأتي، نعم عرضية في الجهة اليمنى، محاولة للبحث عن التقدم، لكن أيضا تغطية دفاعية بتوقيت مميز جدا، وإبعاد الكرة الماضية يأتي عن طريق عادل الرحيلي، هذا الرجل الذي يظهر أمامنا ورجل الذي يلعب في الجهة اليسرى لنادي الكويت. وبالتالي الكرة الماضية أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة ركنية أولى في المواجهة لمصلحة السفير الكظماوي في منطقة الجزاء، ملعوبة المحاولة الماضية، إبعاد يأتي من جمعة سعيد، عادت الكرة من جديد أمامية ملعوبة على مشارف في منطقة الجزاء، إبعاد يأتي من فهد العنسي، كرة في الجهة اليسرى، كظمة تدريجيا يدخل إلى أجواء المواجهة، تدريجيا يبحث عن تشكيل الخطورة، وتدريجيا يبحث عن الوصول إلى التعديل خلال لحظات قليلة قادمة. ربع ساعة أولى إلى الآن تفي بكل الوعود، خصوصا فيما يخص الجانب الكويتاوي الأبيض في مباراة اليوم. الله على الاستلام يا فراس، الله على الاستلام يا فراس، يتقدم يستلم، ثم بعد ذلك صافرة سعد الفضلي تشير إلى وجود خطأ لمصلحة فراس الخطيب الذي يسقط في أرضية الملعب مع كامل الأمنيات بحول الله بأن يكون قادرا في اللحظات القليلة القادمة لتكملة أحداث هذه المواجهة. بحول الله أو الحمد لله قدر أن يكون حاضر في اللقطة الماضية فراس الخطيب، وأن يكمل المباراة مع بقية الزملاء خلال لحظات قليلة قادمة. نتأكد أيضا فيما لو كان قادرا هو كذلك. بحول الله هو كذلك، كرة فيها صافرة موجودة، خطأ يأتي لمصلحة القائد حسين حاكم، حسين على تنفيذ الخطأ لمصلحة الكويت الآن في ربع ساعة أولى على بداية الأحداث في شوط المباراة الأول. حسين يلعب كرة بتسديدة مباشرة، لكن أيضا تغطية حاضرة وإبعاد الكرة الماضية. اليوم لبريتشي لا يبدأ أساسيا من خلال تشكيلة فريق نادي الكويت، وبالتالي حقيقة قد يكون الأمر بالنسبة لغياب هذا الرجل غير متوقعا على مستوى الأحداث في هذا اللقاء، وهو أحد الأسماء التي ساهمت بشكل كبير بحكم أنه سجل 4 أهداف لنادي الكويت في منافسات بطولة الكاس خلال الأدوار التمهيدية ودوري المجموعات، ووصولا إلى المباراة الماضية التي تأهل من خلالها الكويت إلى النهائي بهدف اللاعب حسين حاكم. وبالمناسبة أيضا فأن اللاعب عبدالله البريتشي هو هداف فريق نادي الكويت في منافسات بطولة الكاس من خلال هذه النسخة، بينما في الجانب المقابل يأتي فابيانو برصيد 5 أهداف ويبحث عن تسجيل هدف في مباراة اليوم على أساس أن يكون متساويا مع يوسف عنيزان
ودافيد دا سيلفا. دافيد دا سيلفا لاعب نادي الكويت واللي يمتلكون 6 أهداف في صدارة هدافين هذه النسخة، وبالتالي فابيانو يبحث عن التسجيل اليوم على أساس أنه يتساوى على مستوى صدارة الهدافين في هذه البطولة. كرة فيها محاولة لكن أيضا إبعاد يأتي وبالكرة الماضية عن طريق اللاعب سامي الصانع اللي خلصها إلى خارج أرضية الملعب من أجل إتاحة الفرصة لعلاج لاعب نادي كاظمة الموجود في أرضية الميدان. تاريخيا فأن هذا هو النهائي السادس الذي يجمع ما بين الفريقين، لكن كاظمة وصل للنهائي 16 مرة والكويت وصل للنهائي 20 مرة كثالث ورابع أكثر الأندية الكويتية وصولا للمباراة النهائية. والكويت وكاظمة تواجهوا في النهائي 5 مرات، المرة الأولى كانت في عام 1980 عندما انتصر الكويت ب3 أهداف مقابل هدفين. وبالمناسبة في ذلك اللقاء محمد عبد الله المدرب الحالي لنادي الكويت كان قد سجل هدفا في تلك المباراة التي انتهت لمصلحة العميد ب3 أهداف مقابل هدفين. نكمل بعد هذه المحاولة عرضية داخل منطقة الجزاء راسية، هي 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 من جديد كويتاوي كمان وكمان لمحة في لمح البصر سامي الصانع، احسبوها خلصوها، اي والله خلصوها بسيناريو العام الماضي وبنفس الطريقة، لكن هذه المرة برأسية في رأس الفارس الخطيب يتصدى لكرة الصانع. الله على الصناعة والله على الرأسية، أميدو ما عرف انزل من القمة، هي القمة، هي المكان المحبب لهذا الجيل، هي المكان المناسب لهذا الجيل، لا يرتضي مكانا غيره ولا يقبل بأحد سواه بأن يجلس متربعا على عرش كرة القدم. اليوم يومي وغدا أيضا لي، وبالأمس كنت أنا، وهكذا يصنع الكويت التاريخ في هذا الموسم. هدف ثاني يأتي، هدف ثاني يأتي لمصلحة الكويت، وبهدفين مقابل لا شيء يتقدم الآن أولا بتسديدة صاروخية جاءت عن طريق كمارا، ثانيا برأسية في غاية الروعة بعد صناعة الصانع. ويا صانع صنع لي كورة في منطقة الجزاء، رأسية تأتي عن طريق اللاعب المتمرس الكبير جدا فراس الخطيب الذي يعادل رقم محمد عبد الله الآن ويصبح لديه 4 أهداف في المباريات النهائية. وبالمناسبة هذا الهدف الذي سجل الآن هو الهدف رقم 2641 في تاريخ هذه البطولة، بينما هو الهدف رقم 158 في المباريات النهائية، كأرقام نضعها أمام المشاهد الكريم المتتبع لهذه البطولة العريقة والتاريخية والتي انطلقت في عام 1962. هذا الرجل يستحق التقدير، هذا الرجل يستحق التقدير. البطولة الثالثة في الطريق يا محمد عبد الله ليثبت فعليا قيمة المدرب الوطني خصوصا على مستوى هذه البطولة. المدرب الوطني له صولات، له جولات، له حضور كبير جدا على مستوى بطولة كأس سمو الأمير زكريا محمد عبد الله، الحديث عن ايضا الجنرال محمد ابراهيم وبقية الاسماء التي حققت هذا اللقب. والمدرب الكويتي حقق هذا اللقب في 13 مرة كأكثر الجنسيات التي فازت باللقب. المدرب الكويتي 13 لقب للمدربين الكويتيين، 10 للمدربين الانجليزيين، 8 للمدربين التشيكيين، 6 للمدربين الصرب، 5 ألقاب للمدربين البرازيليين، 3 ألقاب للمدربين الاسكتلنديين، لقبين للمدربين الألمان والسلوفاكيين، لقب واحد لكل من إيرلندا، سويسرا، كرواتيا، مصر ونيوزيلندا. وبالتالي كما ذكرت في بداية المواجهة فأن الروماني ماتروك فلورين يبحث في أن يكون تاريخيا المدرب الروماني الأول الذي يمني النفس وأن يصنع اسمه في هذه البطولة وأن يتوج بلقب هذه البطولة بعد أن عجز
مواطنه إلي بلاتشي في السنوات الماضية من الفوز مع نادي كاظمة. هدفين مقابل لا شيء. أول 20 دقيقة احسموها، احسموها مبكرا، خلصوها في توقيت مبكر جدا. الكويت يسجل هدفين وبالتالي يصنع الفارق مبكرا في اللحظات الأولى لهذه المواجهة الكبيرة المنتظرة. هنا ميدو محمد كمارة وضع أول الكرات في الشباك، ثم بعد ذلك تكفل براس الخطيب بوضع الكرة الثانية ليعلن رسميا تقدم الفريق بهدفين مقابل لا شيء، بهدفين مقابل لا شيء في الكرة الماضية. وفي المحاولات الماضية لم نشاهد الحضور بالنسبة لكاظمة إلى الآن. اظهر يا سفير، بان عليك الأمان، لا خوف الآن، لا خوف الآن. كرة فيها محاولة أمامية خطيرة خطيرة، لكن وصلت سهلة عند حارس المرمى مصعب الكندري، أحد العلامات الثابتة خلال السنوات الماضية على مستوى نادي الكويت وعلى مستوى أيضا كرة القدم الكويتية، التي دائما وأبدا ما كانت تزخر بالمواهب خصوصا على مستوى حراس المرمى. ونعلم تماما بأن الكويت على وجه التحديد قدم أحمد الطرابلسي كواحد من الأسماء التاريخية الكبيرة على مستوى كرة القدم وعلى مستوى حراسة المرمى في كرة القدم الكويتية. العربي قدم سمير سعيد، الكويت أيضا أو كاظمة في بداياته قدم خالد الفضلي والعديد من الأسماء، أيضا نواف الخالدي وكنكوني مصعب الكندري والقلاب. هي استمرارية للأسماء التي كانت حظر ورشيدي أيضا في تاريخ كرة القدم الكويتية على مستوى حراسة المرمى. حكم المباراة سعد الفضلي يشير بالاستمرار في اللقطة الماضية. محاولة لمصلحة الكويت، يوسف ناصر، يلا يا باتريك فابيانو، يلا يا شاكر رقيعي، يلا يا ناصر الفرج. الكم يبحث عن الخروج من المأزق، هو في مأزق الآن. شاري العازمي، طلال الفاضل، هم من يمتلكون المقومات الكاملة في منتصف ملعب المباراة لإخراج السفير من مأزق الخروج في هذه المباراة. كرة فيها محاولة مرور سعود أو سقوط للاعب شاري العازمي يبدو، لكن حكم المباراة سعد الفضلي يشير بالاستمرارية في اللقطة الماضية وبالتالي لا وجود الخطأ. تعود المحاولة مرتدة، عادت لمصلحة كاظمة الآن. كرة في منتصف في ملعب المباراة. هذا المدرب ماتريك فلورين، الرجل الذي سبق وأن كان حاضرا أيضا في دولة الكويت، لكن كلاعب، لكن كلاعب أيضا إن لم تخن الذاكرة فأنه خاض تجربة احترافية مع نادي الجهرة. مع الجهرة كان موجود كلاعب الروماني باتريك فلورين، واليوم يعود كمدرب ويصل بفريقه للمباراة النهائية. ويكفي بأنه أيضا نجح في الفوز على نادي الكويت فيما يخص لقاءات الفريقين في المجموعة بي في منافسات بطولة الكأس. بالمناسبة هذا هو اللقاء الرابع في هذا الموسم الذي يجمع ما بين الفريقين، هذا هو اللقاء الثالث عفوا، هذا هو اللقاء الثالث الذي يجمع ما بين الفريقين، أو اللقاء الرابع عفوا، الرابع نعم، لأن في بطولة الدوري الكويت فاز بهدفين مقابل لا شيء هنا في هذا الملعب بهدفي عبد الهادي خميس. في كاس ولي العهد الكويت فاز بهدفي فهد رشيدي وجمعة سعيد مقابل هدف باتريك فابيانو. وفي بطولة الكاس في الدور التمهيدي في دوري المجموعات نجح كاظمة في تحقيق الانتصار بهدف يوسف ناصر في تقريبا قبل اسبوعين من الان عندما التقى الفريقان في منافسات بطولة الكاس. كرة بصافرة موجودة وخطأ لمصلحة كاظمة، يبحث يوسف عن التسجيل عن الارتقاء امام الكل في اللقطة القادمة، هو يمتلك كل المقومات. كرة فيها محاولة رأسية في منطقة الجزاء لكن تغطية حاضرة وابعاد، تعود مرتدة سريعة في راس الخطيب ينطلق من الجهة اليسرى، تغطية دفاعية للمحاولة الماضية، عودة لحارس المرمى الشاب كنكوني يبحث عن إعادة ترتيب الأوراق بل عن استعادة الأوراق المفقودة في مباراة اليوم من أجل العودة إلى أجواء المواجهة والوصول إلى تقليص الفارق والإبقاء على الآمال للوصول بعد ذلك إلى نقطة التعادل. ولو أن الكثير يرى بأن الأمر الآن بات في غاية الصعوبة بالنسبة لنادي كاظمة لفارق الإمكانيات الحاضرة ما بين الفريقين وللمعطيات الكبيرة التي تحدث عنها الكثير من متابعي كرة القدم الكويتية والذين رجحوا كفة فريق نادي الكويت قبل بداية المباراة منذ أن معرفة طرفي المباراة النهائية. وبالتالي الوضعية كانت تشير دائما وأبدا، حقيقة الحديث كان بأن المتأهل من الكويت والقادسية هو اللي راح يفوز باللقب، لأن في الجانب المقابل كان كاظمة والتضامن
وعلى كاظم أن يثبت فعليا بأن الكلام هذا غير صحيح. إلى الآن هو غير قادر. السفير عاجز عن العبور، ينتظر حلول خلال لحظات قليلة قادمة في شوط المباراة الأول. أعتقد بأنه بحاجة إلى هدف، بحاجة إلى هدف. كرة فيها محاولة مرور، سقوط. حكم المباراة سعد الفضلي يشير بالاستمرارية في اللقطة الماضية، والمحاولة بعد ذلك تأتي إلى أن تكون لمصلحة نادي الكويت بخطأ. كرة لمصلحة الكويت، سقوط في أرضية الملعب، خطأ لمصلحة محمد كمارة. قلت بأن هذا هو النهائي السادس تاريخيا الذي يجمع ما بين الفريقين. لأول مرة في عام 1980 الكويت فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين. في المرة الثانية في عام 1982 كانت أكبر نتيجة حاضرة في تاريخ لقاءات الفريقين، وثاني أكبر نتيجة في المباريات النهائية عندما نجح كاظم في تحقيق الانتصار بستة أهداف مقابل هدف واحد. ثاني أكبر نتيجة في تاريخ المباريات النهائية بعد الانتصار الكبير للعربي على القادسية في النسخة الأولى في عام 1962 بسبعة أهداف مقابل هدف. في عام 1985 2-2 ركلات الترجيح ابتسمت لمصلحة نادي الكويت. في عام 1988 بهدف صلاح الحساوي الكويت حسم المواجهة. آخر مباراة نهائية كانت في 2011، كرة فيها محاولة تسديدة تصل سالة إلى حارس المرمى الشاب مصعب الكندري. مصعب الكندري هو اللي سيطر على كرته بالشكل المطلوب في اللقطة وفي المحاولة الماضية. قلت آخر مباراة نهائية جمعت ما بين الفريقين، طلال سليمان هو من حسم اللقاء بهدف مقابل لا شيء، ونجح في أن يضع فريقه بطلا للمرة السابعة تاريخيا بعد سنوات وسنوات من الغياب. نجح نادي كاظم في أن يتوج باللقب السابع في عام 2011 بعد غياب تقريبا 13 سنة عن منصة التتويج كبطل في هذه المسابقة. كرة فيها محاولة لمصلحة نادي كاظم. الآن مرور التقدم يأتي بشكل مميز، لكن إبعاد في اللقطة الماضية صافرة وخطأ للاعب طلال فاضل. طلال يسقط في أرضية الملعب مطالبا حكم المباراة بإشارة البطاقة الصفراء في اللقطة الماضية. فعلا يبدو بأنها كانت تستحق بطاقة صفراء. التدخل من فراس الخطيب على طلال الفاضل كان يستحق بطاقة صفراء من وجهة نظر شخصية في اللقطة والمحاولة الماضية، لكن إلى الآن أداء جيد يقدم حكم المباراة سعد الفضلي من خلال أحداث هذه المواجهة. يضع الأمور في أرضية الملعب بشكل مميز، غياب للأخطاء التحكيمية بعد مرور 28 دقيقة على بداية المواجهة. وضعية جيدة بالنسبة للكويت، بحثا عن العودة يا كاظم، بحثا عن العودة يا سفير، بحثا عن الانتصار، بحثا عن الغياب أو العودة بعد غياب، بحثا عن كاظم يا نادينا يا سفير الملاعب كطاوي. أنا والفوز إن شاء الله لنا. هكذا بدأت الجماهير تغني وهكذا تمني النفس أيضا في هذا اللقاء، لكن الوضعية إلى الآن لم تكن بالشكل المطلوب. سيدي نائبي سموي الأمير سموي ولي العهد الشيخ نواف أحمد الجابر الصباح حفظه الله، ومعالي رئيس مجلس الأمة السيد المهندس مرزوق علي الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحامد الصباح، الأسماء التي تسجل حضورا في المباراة النهائية هنا في هذا اللقاء الكبير المنتظر هنا في هذا العرس الكروي الكبير، اللي بالمناسبة لأول مرة تاريخيا تقام المباراة في شهر فبراير. لم يسبق وأن لعبت المباراة النهائية لكأس الأمير في شهر فبراير. هذه المواجهة الأولى تاريخيا أو المباراة النهائية الأولى التي تلعب في شهر فبراير. وبالمناسبة أيضا في بطولة الكأس في لقاءات الفريقين، هذا هو الثاني لقاء يجمع ما بين الفريقين في شهر فبراير. الأول كان في هذا الموسم قبل أسبوعين تقريبا عندما فاز كاظم بهدف يوسف ناصر. هذه هي ثاني مواجهة تجمع ما بين الفريقين في بطولة الكأس في شهر فبراير. 14 مباراة في المجمل العام في بطولة الكأس، 9 انتصارات للكويت، 5 انتصارات لكاظم بما فيها الانتصارات بركلات الجزاء أو بركلات الترجيح عفوا. وبالتالي كفة نادي الكويت هي الأرجح على مستوى تاريخ لقاءات الفريقين في المجمل العام، وعلى مستوى تاريخ لقاءات الفريقين في هذه البطولة، وأيضا
على مستوى المباراة النهائية التي التقى فيها الفريقين، إذ أن الكويت فاز في 3 من أصل 5 مباريات نهائية جمعت ما بين الفريقين في هذه البطولة. كرة تصل إلى مصعب الكندري، نصف ساعة مرت، ربع ساعة متبقية قبل نهاية أحداث شوط المباراة الأول. وضعية بنسبية أو بأفضلية واضحة بالنسبة لنادي الكويت في هذا اللقاء الكبير، ويتقدم من خلالها بهدفين مقابل لا شيء كما ذكرت أولا، وكما شاهدتم أيضا بهدف صاروخي في غاية الروعة يأتي بأقدام اللاعب محمد كمارا، ثم بعد ذلك رأسية كانت عن طريق اللاعب اللي هو فراس الخطيب، الرجل الذي سبق وأن حقق هذا اللقب مع نادي القادسية، وقبل ذلك أيضا مع النادي العربي، واليوم يبحث أو حتى في الموسم الماضي هو حقق أيضا مع نادي الكويت، وبالتالي يصبح واحد من أكثر اللاعبين تاريخيا تتويجا بلقب هذه المسابقة، ليبقى الاسم التاريخي الأبرز للاعب النادي العربي ونادي القادسية عبد الله العصفور الذي فاز بلقب هذه البطولة في 8 مرات سابقة كأكثر لاعب تاريخيا تتويجا بلقب هذه البطولة. عبد الله العصفور عنده 8 ألقاب لحاله، هذا يعني بأنه يأتي في المرتبة الرابعة بعد القادسية والعربي والكويت. إذا جينا نشوف ترتيب الأندية وأكثر من توج باللقب، يقول لك القادسية 16 لقب، العربي 15، الكويت 11، عبد الله العصفور 8، كاظمة 7. العصفور عنده لقبين بقميص النادي العربي و6 ألقاب بقميص نادي القادسية، رقم كبير جدا للاعب يستحق هذا الرقم، يستحق هذا الرقم. كرة فيها محاولة مرور في اللقطة الماضية، لكن أيضا تغطية حاضرة وإبعاد وصافرة موجودة وخطأ يأتي لمصلحة شاكر رقيعي اللاعب التونسي صاحب 30 سنة والرجل القادم من النادي الترجي الرياضي التونسي هنالك في الرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم. كرة فيها محاولة، جول جول جول، سلمان أو ناصر مفتاح الفرج، ناصر مفتاح الفرج، خلص الفارق في توقيت مثالي جدا لمصلحة كاظمة ووضع الكرة في الشباك. هذه هي في الجهة اليسرى عرضية، أوهو البناء يأتي من البناي والفرج يأتي من ناصر، ناصر مفتاح الفرج، قلص الفارق في توقيت مبكر جدا وأعاد الحياة للنهائي، أعاد الحياة للمباراة النهائية. هي كظماوية هدف التقليص يا سفير، هدف عودة الآمال، هدف الفرج، هدف عودة المباراة إلى أرضية الملعب، هدف عودة الروح من جديد، تنتعش المباراة ويحيى اللقاء ويسجل ناصر أول أهداف المواجهة لمصلحة كاظمة لتعود الأمور الآن إلى أرضية الملعب. كويتاوية يتقدم الصانع، عرضية وصلت إلى صعيده، لا 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 لا، مرت تحولت إلى خارج أرضية الملعب. بالهون بالهون بالهون، شوي شوي علينا، شوي شوي علينا، 34 دقيقة أنا من وجهة نظر شخصية كفيت ووفيت، وعاد خلونا شوي حق الشوط الثاني، خلونا شوي حق الشوط الثاني، لكن لقاء في غاية الروعة، لقاء في غاية الروعة. هدفين للكويت، تقليص الفارق من كاظمة وسط ظروف ربما كان يراها الكثيرون بأن مسألة العودة لكاظمة كانت صعبة جدا، لكن جاءت العودة وسجل ناصر الفرج هدف المباراة لمصلحة نادي كاظمة وقلص الفارق الآن. كرة عن جمعة السعيد، جمعة السعيد، جاب العيد، جاب العيد، لا 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 لا، إلى خارج أرضية الملعب الآن. المحاولة الماضية والكرة الماضية تصل إلى أن تكون حاضرة بركلة ركنية
على يسار حارس المرمى شاب كنكوني. محاولة خطيرة لمصلحة الكويت، محاولتين بعد هدف كاظمة كان ممكن من خلالها الكويت يستعيد فارق الهدفين، لكن الكرة في مرة أولى أبعدت، في مرة ثانية تحولت إلى ركنية. الآن تأتي لمصلحة فهد العنزي، عرضية من فهد، رأسية تأتي من المدافع وإبعاد، عادت لمصلحة كاظمة عن طريق طلال الفاضل، يلعب كرة في الجهات اليمنى لناصر الفرج، يتقدم الآن، يمر بشكل مميز جدا الآن، اسقط في أرضية الملعب أمام أنظار حكم المباراة سعد الفضلي، وبعد ذلك تعود المحاولة من جديد لمصلحة كاظمة. محاولة لمصلحة كاظمة الآن، أمامية ملعوبة في داخل منطقة الجزاء، باتريك فابيان بالكعب، الله 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 الله، على كرة يرسم فيها كاظمة لوحة من الإبداع، لكن النهاية بأقدام يوسف ناصر لم تكن بالشكل المطلوب، وبالتالي وصلت الكرة إلى خارج أرضية الملعب والمحاولة، لكن هنا هدف تقليص. شوف أهو، يا عيني عليك يا عيني عليك، رأسية في غاية الروعة وسط مضايقة من الرحيلي، لكن وضعها في مكان مناسب جدا، صعب جدا على مصعب الكندري ليعلن من خلالها هدفا لمصلحة نادي كاظمة، يقلص فيه ويعيد الآمال من جديد بالنسبة للسفير هنا في هذا اللقاء، وبهدفين مقابل هدف واحد. كرة فيها محاولة تأتي الآن، أربعة أرقام لاعبين، تدخل قوي جدا في اللقطة الماضية من البناي، يبدو نعم عبد الرحمن البناي يحصل على البطاقة الصفراء الأولى في هذه المواجهة وفي هذا اللقاء، بطاقة صفراء مستحقة في اللقطة الماضية بعد تدخل على فهد العنزي. أحد الأسماء التاريخية التي ارتدت قميص الفريقين، اللاعب فهد العنزي لاعب نادي كاظمة سابقا الذي تحول لنادي الكويت، من الأسماء التاريخية أيضا خالد الشمري لاعب نادي كاظمة الذي تحول للكويت، من الأسماء التاريخية أيضا فرج لهيب الذي لعب لكاظمة والكويت والسالمية، أيضا من الأسماء التاريخية البارزة أيضا اللاعب خالد الفضلي الذي حقق كل الإنجازات المحلية، يعني فاز بالدوري والكاس وكاس ولي العهد مع كاظمة، وفاز ببطولة خارجية كانت بطولة أندية مجلس التعاون، وفي الجانب المقابل أيضا حقق كل الألقاب الممكنة مع نادي الكويت المحلية كلها، وفاز بلقب خارجي في عام 2009 في ملعب الصداقة والسلام يبدو لي، عندما نجح في الفوز بلقب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي في عام 2009، وبالتالي حقق كل الألقاب مع نادي كاظمة ومع نادي الكويت، وهو واحد من أشهر الأسماء التاريخية التي ارتدت ومثلت ولعبت للفريقين على مستوى كل البطولات المحلية وحتى الخارجية، وعديدة هي الأسماء لكن نتحدث عن أبرزها إلى الآن، الفضلي، لهيب، الشمري، وفهد العنزي. كرة إلى صافرة موجودة وخطأ لمصلحة كاظمة الآن، محاولة ملعوبة تصل في منتصف ملعب المباراة، صافرة من حكم المباراة سعد الفضلي في اللقطة الماضية وفي المحاولة الماضية، والكرة بعد ذلك إلى صافرة موجودة وخطأ من جديد لمصلحة نادي كاظمة. النهائي الثاني على التوالي بالنسبة لي شخصيا مع تلفزيون الكويت حقيقة، وأتشرف بهذا الشيء، وأتمنى بأن أكون دائما وأبدا على قد المسؤولية وعن ثقة المشاهد الكويتي والمسؤولين والقائمين أيضا على التلفزيون الكويت في وزارة الإعلام. النهائي الرابع على التوالي أو الثالث اللي حضر فيه في الملعب، النهائي الرابع على التوالي اللي أعلق تلفزيونية، والثاني كما ذكرت مع تلفزيون الكويت، وبالتالي كل التحية والتقدير لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد الله الصباح، ولعادل عبد الله مدير القناة الرياضية الثالثة، ولطارق المرزم أيضا أو المزرم عفوا وكيل وزارة الإعلام، ولمجيد الجزاف وكيل المساعد لشؤون التلفزيون الذين قدموا كل التسهيلات الممكنة من أجل الحضور والتعليق، وأن أحظى بشرف التواجد للمرة الثانية على التوالي للمتابعين والمشاهدين هنا في تلفزيون الكويت، وبالتالي أسأل الله العلي القدير بأن أكون على قدر هذه المسؤولية وأن أقدم ما يرضي طموح كل المشاهدين. كرة فيها محاولة ملعوبة الآن، وبعدت اللقطة الماضية، عادت لمصلحة كاظمة، ينتهي شوط المباراة الأول بهذه النتيجة، أعتقد بأن هذا الأمر سيكون جيدا بالنسبة لكاظمة ولمدربه ماتروك فلورين،
بعد الأمور التي مر فيها شوط المباراة الأول وبعد السيناريو اللي شاهدنا في هذا الشوط والانصب معظمة لمصلحة العميد الكويتاوي، لكن جاء بعد ذلك ناصر الفرج وسجل هدف المباراة لمصلحة كاظمة وقلص الفارق. نحن الآن على بعد 5 دقائق فقط من الوصول إلى نهاية أحداث شوط المباراة الأول. كرة فيها محاولة مرور إبعاد الكرة الماضية، المحاولة تصل إلى أن تكون حاضرة برمية التماس لمصلحة الكويت، ملعوبة رمية التماس أمامية تأتي الآن. شهاب كنكوني سيطر على كورته بالشكل المطلوب. وصلت البارحة كل ما يدور خلال بعض الأمياك ليل الكويت غدا يضيء فؤادي، ليل الكويت غدا يضيء فؤادي، فأمرت نفسي أن تعافى رقادي، ودع الرؤى ولتتركيها ليلة ما أجمل الرؤية لدى الأعياد. بلد توشح بالضياء كقبلة، فكأنه البدر الجميل الشاتي. أيوة يا زين الكويت، وطلة الكويت، وهل الكويت، وفبراير الكويت. كرة إلى صفر موجودة وخطأ في اللقطة الماضية لمصلحة نادي الكويت. كرة في الجهات اليمنى يحاول فيها المرور فهد، يعني زي فهد يتقدم يلعب كرة تصطدم في البناي إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى رمية التماس الآن. نلعب فيها الدقائق الثلاث الأخيرة المتبقية قبل نهاية أحداث شوط المباراة الأول أو الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. لا أعتقد بأن هنالك أكثر من دقيقة أو دقيقتين كحد أقصى سيمكن أن يضيف حكم المباراة سعد الفضلي على أحداث شوط المباراة الأول بانتظار معرفة هذا الوقت. لكن خلال دقائق قادمة كرة فيها محاولة لمصلحة نادي الكويت، إبعاد يأتي بتوقيت مميز جدا من القائد حسين حاكم، لمسة في اللقطة الماضية إلى فراس، كرة ملعوبة في الجهات اليسرى، خطورة لا زالت قائمة ما دامت ما بين أقدام فراس فهي خطيرة خطيرة خطيرة. كنكوني يتصدى، كنكوني يتصدى. ما يحسب حقيقة في هذا الموسم لمحمد عبد الله هو قدرته على استعادة فراس لمستواه، هو قدرته على إعادة الخطيب لما تعودنا عليه. الرجل المحترف الأبرز ربما تاريخيا في تاريخ كرة القدم الكويتية فراس الخطيب، وعندنا في أرضية الملعب أيضا المحترف الأغلى تاريخيا في الانتقالات الداخلية، يعني في الكويت قد يكون اللاعب جمعة سعيد هو أغلى لاعب تاريخيا ينتقل من نادي كويتي إلى نادي كويتي آخر، وعندنا في أرضية الملعب الآن أيضا فراس الخطيب أبرز محترف من وجهة نظر شخصية وصاحب الأرقام القياسية في كرة القدم الكويتية، اللاعب السوري فراس الخطيب لاعب نادي الكويت والرجل الذي واصل التألق أينما حل وارتحل وأينما حط قدمه. كرة فيها محاولة ملعوبة إلى جمعة سعيد، احتضان في منطقة الجزاء، إبعاد الكرة الماضية بتوقيت مميز جدا، لا زالت المحاولة مستمرة، كرة تعود من خلالها المحاولة لمصلحة نادي كاظمة، أمامية ملعوبة تخلصت عن طريق اللاعب عبد اللطيف البناي، الكرة محاولة الوصول فيها إلى باتريك فابيانو، وعلامة الاستفهام على أداء هذا الرجل وسط تفاؤل كبير من الكاظماوية بأن يكون رجل المباراة. كرة عند فراس، إبعاد بتوقيت مناسب جدا، أليكس ليما خلص الكرة الماضية، عادت المحاولة من جديد، العميد يبحث عن الاطمئنان مرة أخرى، يبحث عن هدف في اللحظات الأخيرة، فابيانو يظهر الآن، يتقدم الآن، يلعب كرة لكن أبعدت من أمامه وتحولت إلى خارج أرضية الملعب ووصلت إلى رمية التماس لمصلحة نادي كاظمة. هذا سعد الفضلي الحكم الذي يدير المباراة كما ذكرت إلى الآن باقتدار ويقدم أداء جيدا حقيقة يثبت أحقيته بأن يتم اختياره للمباراة النهائية، وهو إلى الآن على قدر كبير من المسؤولية ويتحمل أعباء المباراة كما ينبغي وقادر أن يتحكم في رتم المباراة بالشكل المطلوب. ثواني أخيرة قبل نهاية الأحداث، 2-1 أعتقد بأنها نتيجة منطقية قياسا إلى أجواء المواجهة، قياسا إلى سيناريو اللقاء، أعتقد بأن 2-1 أيضا نتيجة مرضية لكلا الطرفين. دقيقتين كوقت بدل ضايع،
بيضيف سعد الفضلي ويشير إليها علي فؤاد حكم المباراة الرابع في هذا اللقاء، وبالتالي دقيقتين ستضاف على أحداث شوط المباراة الأول. كرة من فراس أمامية ملعوبة، فراس طالت المحاولة الماضية وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، والكرة بعد ذلك تصل إلى أن تكون بركلة مرمى عند الحارس شهاب كنكوني. كنكوني يبحث عن التتويج، يبحث عن البطولة، يبحث عن استعادة كما ذكرت نغمة الفوز بالألقاب بعد غياب السنوات الماضية. كان مبتعد وبشكل غريب جدا عن بطولة الدوري، لم يعد ذلك الفريق المرعب ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضا خارجيا. كارما كان أحد العناصر المؤثرة في تاريخ كرة القدم الكويتية، كان أحد العناصر المهمة على مستوى كرة القدم الخليجية. كارما الذي توج بلقب بطولة الدوري في 4 مرات سابقة، كان منها في 90ات القرن الماضي مرتين، الذي توج بلقب بطولة الكأس في 7 مرات سابقة، كان منها 3 مرات في 90ات القرن الماضي. وبالتالي فترة التسعينيات المميزة لكاظمة والتي سجل من خلالها 7 إلى 8 أسماء في تشكيلة الأزرق الكويتي، وفي ذلك التوقيت في عام 1998 عندما كان الأزرق في 8 لاعبين إلى 9 لاعبين من كاظمة، وصل إلى أفضل تصنيف دولي له عبر التاريخ منذ أن عرفت الكويت كرة القدم، ومنذ أن عرفت تصنيف كرة القدم الكويت وصلت إلى أفضل تصنيف لها في عام 1998. كرة فيها محاولة ملعوبة، محاولة أخيرة يبدو في اللقاء لمصلحة كاظمة، لكن أيضا تغطية حاضرة وإبعاد الكرة الماضية. عادت المحاولة من جديد، مرتدة سريعة أمامية حاضرة، تغطية دفاعية، لحظات أخيرة، الصمود الصمود. صافرة النهاية مشاهدينا متابعينا في كل مكان، يطلقها سعد الفضلي لتعلن رسميا نهاية الفصل الأول، فصل كتبه الفريقان بشيء من الجمال ورسموا من خلاله لوحة من الإبداع ليعلن عن استمرارية هذا الأمل في أن تكون الأمور في الفصل الثاني أفضل وأفضل. نعود بالصوت والصورة إلى الزملاء في الاستوديو التحليلي في أرضية ملعبي أو في استوديوهات ملعبي استاد جابر الدولي مع الزميل دلال الأنصاري والكباتن محمد إبراهيم يوسف السويد. الاثنين لهم بصمة تاريخية، لكن أعتقد بأن الاثنين أيضا استمتعوا بهذا الحدث وبهذا الشوط. عبد الله إليك الكلمة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، مرحبا بكم وعودة مجددة تجمعني وإياكم إلى بداية الأحداث في شوط المباراة الثاني من المواجهة المنتظرة التي انتهى شوط المباراة الأول بتقدم الكويت بهدفين مقابل هدف واحد في نهائي كأس سمو أمير البلاد. الكويت سجل أولا بأقدام ميدو محمد كامارا، ثم بعد ذلك سجل الهدف الثاني برأسية جاءت عن طريق اللاعب فراس الخطيب، واستمر بأفضليته كاد أن يصل إلى هدف ثالث ربما رابع في الكثير من الأحيان من أجواء شوط المواجهة الأول، لكن بعد ذلك الأمور في الجانب المقابل عاد من خلالها نادي كاظمة بهدف اللاعب ناصر الفرج لينتهي شوط المباراة الأول بهدفين مقابل هدف واحد لمصلحة نادي الكويت، ولتستمر الأمور في الملعب لتستمر هدف من بدري يا جمعة، من بدري يا جمعة يسجل ويضع الكرة في الشباك مع انطلاقة الأحداث ليضع بصمته في المباراة النهائية وليترجم على أفضليته من خلال هذا الموسم وليعلن أحقيته بأن يكون الأغلى تاريخيا في الكويت. هذه هي الكرة الماضية، هنا المرور، كرة في المرمى، هي 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 من جمعة، هي هي من جمعة، هدف ثالث ياتي الآن. جمعة سعيد يجعل كل كويتاوي يبتسم سعيدا بهذا الهدف، وليعلن الانتصار الآن، وليعيد الفارق إلى هدفين، وليضع قدما في المنصة كبطل، قدما نعم كبطل، وبالتالي يصل إلى الهدف الأول لجمعة سعيد في المباراة النهائية.
الهدف الثالث او الرابع في هذا الموسم في منافسات بطولة الكاس، هدف في مرمى الفحيحيل وهدف في مرمى النصر وهدف في مرمى السالمية، واليوم يسجل الهدف الرابع له في منافسات بطولة الكاس، وبالتالي اول اهداف في المباراة النهائية. جمع مبكرا جدا من بدري قبل ما نتحدث عن اي شيء اخر، جمع يسجل يصنع الفارق ويعيده الى هدفين ما بين كاظم وما بين نادي الكويت، لكن هدف ياتي مبكرا، كل الامكانيات متاحه، كره فيها تسديده تصل سهله الى مصعب الكندري. كندري في حراسه مرمى الكويت، في خط الدفاع رحيلي، حاكم، هاجري، وسامي الصانع، كمارا، يوسف الخبيسي، امامهم حسين الحربي، فهد العنزي، جمع سعيد، وفي راس الخطيب، وفي الجانب المقابل كنكوني في حراسة مرمى ناتي كاظم، ناصر الوهيب، عبد الرحمن البناي، أليكس ليما، في صادشتي، ناصر الفرج، مشاري العازمي، طلال فاضل، شاكر قيعي، وفي المقدمة يوسف ناصر وباتريك فابيانو. لا زلنا نبحث عن يعني باتريك فابيانو، لا زال باتريك فابيانو لم يقدم الأداء المنتظر منه، ولا زال لم يعطي الصورة التي يعني تمنينا بأن يظهر من خلالها أو توقعنا بأن يظهر من خلالها، باعتباره أحد المميزين في هذا الموسم وأحد المنافسين أيضا على صدارة الهدافين كثاني هداف في هذا الموسم اللاعب باتريك فابيانو، لكن فابيانو لم يظهر إلى الآن. يوسف ناصر أيضا والآخر لم يظهر إلى الآن. الوضعية فيها حضور مميز جدا بالنسبة لنادي الكويت الذي بدأ شوط المباراة الأول بشكل مميز، ويستمر أيضا هذا التميز مع بداية الأحداث في شوط المباراة الثاني. يبدو بأن الأمور ستحسم حقيقة في وقت الأصلي كما حدث في النسخة الماضية، ولن نلجأ إلى ركلات الترجيح كما حدث في نسخة الكويت والقادسية في عام 2014. الكويت بطل في 11 مرة سابقة، الكويت وصل للمباراة النهائية في 20 مرة سابقة، هذا الوصول رقم 21 للكويت للمباراة النهائية. الكويت بالمناسبة يحمل رقما قياسيا في هذه البطولة باعتباره الفريق الوحيد الذي احتفظ بنسختين متتاليتين في بطولة الكاس، يعني العربي امتلك النسخة الأولى من بطولة الكاس عندما توج باللقب لثلاث مرات متتالية في النسخ الثلاث الأولى. القادسية احتفظ بالنسخة الثانية من الكاس عندما توج بأربعة مرات متفرقة في يعني ستينيات القرن أو بداية سبعينيات القرن الماضي. الكويت احتفظ بالنسخة الثالثة والرابعة من الكاس، النسخة الثالثة عندما فاز في ثلاث مرات متتالية 76 77 و78، ثم بعد ذلك عاد وفاز بأربع نسخ متفرقة 80 85 86 أو عفوا 80 85 87 و88، أربع نسخ متفرقة، وبالتالي احتفظ ببطولة الكاس لمرتين متتاليتين، ليعود الآن يسجل انتصاره الثالث ربما في السنوات الأربع الأخيرة، الثاني على التوالي بانتظار ربما خلال السنة القادمة. الكويت ثابت خلال كل السنوات يصنع الفارق ويسجل الحضور المتميز جدا بالنسبة للفريق. هنا كرة فيها محاولة، فيها مرور، فيها تدخل، فيها تقدم، وفيها تغطية دفاعية، وكرة تصل سهلة إلى حارس المرمى الشاب كنكوني. قياسا لمجريات الأحداث في هذه المباراة حقيقة في المجمل العام الكويت أفضل ويستحق هذه النتيجة المسجلة. بالمناسبة تحدثت عن أكبر النتائج المسجلة في نهائي بطولة الكاس، 7-1 كان في النسخة الأولى، 6-1 هو فوز نادي الكاظمة على نادي الكويت في نهائي بطولة عام 1982. في تاريخ مواجهات الفريقين أيضا في الكويت فاز على كاظمة بنتيجة 6-1 أيضا، وكانت في نصف نهائي عام 1977 بنتيجة 6-1. كرة فيها محاولة تسديدة تأتي، لكن أيضا تغطية وإبعاد الكرة والمحاولة الماضية، فهد لانزي خلص الكرة، عادت المحاولة بالكعب من جمع سعيد، يلعب المحاولة لفهد في الجهات اليسرى، يبحث عن التقدم، الفهد يمرر، وصلت إلى من يسعد الجميع، جمعة في اللقطة الماضية، أبعدت من أمامها الكرة، عادت المحاولة مرة أخرى، 3-1، يعني أكثر النتائج ظهورا في المباريات النهائية كانت 2-1، وظهرت في 17 مرة، لكن احنا اليوم بنتيجة 3-1. سالمية فاز على كاظمة في عام 2001 بنفس هذه النتيجة،
كاظمة فاز على العربي في عام 98 بنفس هذه النتيجة، هي 3-1 اليوم. والقادسية في عام 1965 أيضا فاز على العربي، إذن هي المرة الرابعة تاريخيا التي تتكرر فيها نتيجة 3-1 في المباراة النهائية، وهي المرة الأولى التي تظهر في لقاءات الفريقين في المباريات النهائية. توجيهات مستمرة من المدرب ماتروك فلورين من أجل العودة، من أجل التماسك. عدم رمي المنديل، محاولة العودة من جديد إلى أجواء المقابلة، إلى أجواء المباراة النهائية، وبالتالي هدف آخر بالنسبة لنادي كاظمة خلال اللحظات القليلة القادمة. قد يعني الكثير والكثير هنا في هذا اللقاء، لكن يجب أن يأتي مبكرا إذا ما أراد كاظمة العودة إلى أجواء المواجهة. كرة فيها محاولة موجودة من خطأ لمصلحة كاظمة في الجهة اليمنى، على التنفيذ يبدو فيصل دشتي هو اللي راح يلعب الكرة القادمة، يلعبها أمامية بشاري العازمي في منطقة الجزاء. جمعة سعيدة بعد الكرة عادت من جديد، لا زالت المحاولة مستمرة، أمامية ملعوبة طالت على الجميع، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت الكرة بعد ذلك إلى ركلة مرمى عند مصعب الكدري. شوف التعامل المثالي جدا من جمعة سعيد، يضع كرة في غاية الروعة من أمام حارس المرمى شهاب كنكوني في المرمى، ويأتي الفرح، كل الفرح من قائد الفريق حسين حاكم بهذا الهدف الذي يخفف كثيرا من عبء المباراة على لاعبي نادي الكويت في اللحظات القادمة والمتبقية من أحداث هذا اللقاء. عادل الرحيلي يحصل على بطاقة صفراء من خلال تدخل في اللقطة الماضية. تعود الكرة لمصلحة نادي كاظمة الآن، وبعدها تخلصت إلى فراس الخطيب، أمامية وطويلة لكن أيضا سهلة عند شهاب كنكوني، سيطر على كرته بالشكل المطلوب شهاب كنكوني. هذا فراس الخطيب، كرة طالت على ناصر الفرج، تحولت إلى خارج أرضية ملعب ركلة مرمى لمصلحة الكويت. الكويت بالمناسبة بدأ المشوار بالانتصار على الفحيحيل بهدفين مقابل لا شيء، ثم بعد ذلك بثلاثية البريكي وجازع وفراس الخطيب في مرمى النادي العربي، ثم الانتصار على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدفين. الخسارة كانت حاضرة أمام النصر بهدف لهدفين في مفاجأة ربما لم تكن متوقعة، ثم بعد ذلك الوضعية جاءت بأن خسر مرة أخرى أمام كاظمة وبهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب يوسف ناصر، وفي المباراة الأخيرة حقق الانتصار على السالمية بأربعة أهداف نظيفة عن طريق فهد رشيدي، جمعة سعيد، البريتشي وفهد عوض، ووصل إلى الدور نصف النهائي كوصيفا المجموعة الثانية اللي كانت ضمت أيضا نادي كاظمة، وفي الدور نصف النهائي نجح في تحقيق الانتصار على نادي القادسية بهدف اللاعب حسين حاكم. هذا المشوار الكامل بالنسبة لنادي الكويت في هذا الموسم في هذه البطولة نعلم، لكن عنده مشوار في بطولة كأس ولي العهد إلى أن توج باللقب، وعنده في بطولة كأس السوبر إلى أن توج باللقب، وعنده مشوار في بطولة الدوري أيضا، فهو متصدر جدول الترتيب حاليا برصيد 20 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أقرب المنافسين النادي العربي. ويعني نعلم تماما بأن الكويت في هذا الموسم لم يخسر في المباريات العشرة التي لعبها إلا إداريا أمام النادي العربي بعد أن كان قد انتصر في أرضية الملعب أو في الملعب بهدفين مقابل لا شيء، لكن بعد ذلك خسر المباراة إداريا بثلاثية نظيفة بسبب إشراكه للاعب لا تحق له المشاركة، وبالتالي يعني كانت خسارته الوحيدة فقط في هذا الموسم، وهو قادم من 5 انتصارات متتالية بعد الخسارة أمام العربي إداريا. ومباراته القادمة ستكون بحول الله يوم بعد 3 أيام من الآن أمام نادي الشباب، وهو يسعى إلى أن يحقق رباعية تاريخية في هذا الموسم. فريق يصارع على كل الجبهات الممكنة، بل ويأخذ كل البطولات المتاحة إلى الآن، ويصل إلى أن يتقدم بثلاثية مقابل هدف في المباراة النهائية، ويقترب من لقبه الثالث في هذا الموسم. محاولة تصل خلالها الكرة عن طريق اللاعب ميدو، تغيير الاتجاه اللاعب في الجهة اليمنى، يتقدم اللاعب الصاني سامي الصانع، لكن بعد ذلك التغطية حاضرة والإبعاد يأتي، والكرة تصل إلى أن تكون مبعدة. حكم المباراة يشير بالاستمرارية لا وجود الخطأ بحكم إعطاء الأفضلية للاعب نادي كاظمة في اللقطة الماضية. عادت تخلصت
لمصلحة العميد مرة أخرى. محاولة ملعوبة تصل لمحمد كمارة أو هذا فهد العنسي. فهد العنسي تمريرة في التيات اليسرى لا وجود فيها للخطة، عرضية خطيرة جدا. أليكس ليما في توقيت مناسب جدا يتدخل، يبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. شوف تمريرة مثالية جدا، مثالية من عادل الرحيلي، لكن أليكس ليما يتدخل يبعد الكرة تصل إلى خارج أرضية الملعب. والمحاولة بعد ذلك إلى ركلة ركنية ملعوبة في منطقة الجزاء. خلصوها خلصوها خلصوها، خلاص 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 خلاص، برأسية الفهد الهاجري يصنع الابتسامة في كل مكان. اضحك يا مرزوق، اضحك يا مرزوق، الكويت بطل، الكويت بطل، الكويت بطل. هي 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 برأسية الهاجري. شوف الكرة، اوهو فهد يسجل، فهد يرتقي، فهد يصنع الفارق، فهد من أجل إعادة ضربة 82، من أجل إعادة ضربة 82 توجع، من 82 توجع. اليوم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في نتيجة لم تظهر في تاريخ المباريات النهائية لمسابقة بطولة الكأس إلا مرة واحدة، عندما نجح الكويت في الفوز على السالمية بهذه النتيجة في عام 1978. يسجل، يسجل الكويت عن طريق فهد الهاجري، هدفين في شوط المباراة الأول، هدفين في شوط المباراة الثاني، رباعية بالنسبة للعميد الكويتاوي. والله عميد ما عرف أنزل من القمة، أنا أرضي السماء كيف أقبل نزولي. أبدا، يرتقي يوما بعد الآخر، يوما بعد الآخر، بطولة بعد الأخرى، إنجازا وراء إنجاز. وبالتالي يصل الكويت الآن منطقيا، إلا إذا، إلا إذا العميد الكويتاوي يصل إلى لقبه رقم 44 تاريخيا، إلى اللقب رقم 44 تاريخيا. كرة فيها محاولة لمصلحة الكويت، بعد يأتي عن طريق شاب كلكوني، أبعد الكرة الماضية والمحاولة الماضية. أفضلية واضحة بالنسبة للعميد في مباراة اليوم، وأعتقد بأن الأمور واضحة أيضا على مستوى النتيجة، مثل ما حسم نهائي النسخة الماضية مبكرا يسعى الآن ويصل الآن إلى أن يحسم نهائي النسخة الحالية أيضا، وبتوقيت مبكر حقيقة قبل الوصول إلى دقائق متأخرة من أحداث هذه المواجهة الكبيرة المنتظرة. 4-1 لمصلحة الكويت، هل يكون اللقب رقم 12؟ هو يبدو كذلك. الكويت خسر 8 نهائيات، منها نهائيين أمام نادي الكاب اللي أمامنا الآن. الكويت خسر أيضا أمام القادسية مرتين، 3-4-5 مرات سابقة أيضا في النهائيات التي لعبها. الوضعية صعبة جدا حقيقة. الآن عبد الله الظفيري يستعد للنزول إلى أرضية الملعب خلال اللحظات القليلة القادمة بالنسبة لنادي كاب. راسية، هي من جمعة سعيد. خلاص يا جماعة، 4-1، 4-1، قم قم. خطيرة جدا المحاولة الماضية، كرة فهد الهاجري والراسية مرت بجوار القائم، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى. الآن تبديلين، أشاهد أيضا عمر عمر حبيتر وعبد الله الظفيري يستعدون للنزول في أرضية الملعب في تشكيلة نادي كاظمة خلال لحظات قليلة قادمة من أحداث هذه المواجهة. ومن يستعد أيضا لأن يترك أرضية الملعب شاكر، يطلع اللاعب التونسي شاكر رقيعي، ويخرج أيضا مشاري العازم، مشاري العازمي وشاكر رقيعي يتركون أرضية الملعب، والتبديل يأتي من عبد الله الظفيري. واللاعب الآخر أيضا رقم 37 في تشكيلة الفريق، والحديث عن عمر الحبيت، عمر الحبيت. الكرة فيها محاولة لمصلحة كاظم، سهلة سهلة وصلت
الى حارس المرمى مصعب الكندري. تبديلات منطقيه تبدو متوقعه من المدرب ماتروك فلورين بحكم يعني محاوله تشييط الناحيه الهجوميه وتقليص الفارق خلال لحظات قليله قادمه، وبالتالي الوضعيه بالنسبه لنادي كاظمه فيها الكثير من المعاناه، فيها الكثير من المعاناه. كره فيها محاوله تقدم، سقوط ياتي، بطاقه صفراء تاتي، نعم بطاقه صفراء تظهر في اللقطه الماضيه، يبدو على فيصل دشتي، يبدو على فيصل دشتي. هذا حسين الحربي وهذا جمعة السعيد. هذه الكرة الماضية فيها تمريرة مثالية جدا من الحربي إلى جمعة، لكن أيضا بعد ذلك يأتي السقوط في أرضية الملعب ويأتي قرار حكم المباراة بوجود الخطأ لمصلحة نادي الكويت بعد مرور 17 دقيقة على بداية أحداث شوط المباراة الثاني. هل الكويت يسجل كما فعل في شوط المباراة الأول؟ مبكرا سجل هدفين، الآن أيضا مبكرا محمد عبد الله يتعامل بالشكل المطلوب في شوط المباراة الثاني وينجح مع فريقه في التقدم بالنتيجة إلى فارق 3 أهداف. كرة عند حسين حاكم، تسديدة مباشرة من حسين، مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب، وصلت الكرة بعد ذلك إلى ركلة المرمى. قائد حسين حاكم يبحث عن التتويج في مباراة اليوم، الرجل الذي قدم الكثير من الانتهاسات واعطى الكثير ايضا بالنسبه لنادي الكويت. شاكر قيعي ومشاري العازمي تركا ارضيه الملعب، عمر الحبيتر وعبد الله الظفيري. سعد الفضلي يشير الى وجود خطا وبطاقه صفراء على سامي الصانع، سامي الصانع، لكن برافو والله الاداء الذي يقدم حكم المباراه سعد الفضلي في هذا اللقاء اداء مميز الى الان. لا يوجد حديث على اقل تقدير عن حالات شك مثلا في هدف ملغي، في ركله جزاء، في خطا لم يحتسب، حتى في الجانب المقابل ايضا لم يشاهد الكثير من الحالات بالنسبه للحكام المساعدين الذين يقدمون اداء يساعد سعد الفضلي على الخروج بالمباراه الى ابر الامان. كرة عمر الحبيتر الى خارج ارضية الملعب، وصلت الكرة بعد ذلك الى ركلة مرمى عند الحارس مصعب الكندري. يعني الكويت يفرض سيطرته في تاريخ لقاءات الفريقين وحتى في اخر المواجهات ما بين الفريقين على مستوى كل المسابقات، اخر 21 مباراة في كل المسابقات كاظمة فاز فقط في 3 مرات، تعادل في 12 والكويت فاز في 16 من اصل 21، او تعادل في مباراتين والكويت فاز في 16. شوف الافضليه الواضحه في لقاءات الفريقين خلال السنوات الماضيه، خلال السنوات الماضيه، وشوف الافضليه الواضحه ايضا لقاءات الفريقين في بطوله الكاس. كره فيها محاوله ملعوبه لكن ايضا تغطيه حاضره وابعاد ياتي للكرة وللمحاولة الماضية، لكن قبل ذلك راية موجودة من الحكم المساعد الأول فارس الشمري تعلن عن وجود ركلة حرة غير مباشرة وتسلل يبدو على اللاعب باتريك فابيان. بالمناسبة هذا اللقاء تاريخيا أيضا هو الخامس ما بين الفريقين على مستوى هذا الملعب في بطولة أو في ملعب استاد جابر في بطولة الدوري. في النسخة الماضية كاظمة فاز بهدف مقابل لا شيء، في كاس ولي العهد في النسخة الماضية أيضا الكويت فاز بهدفين مقابل لا شيء، في الدوري في هذا الموسم الكويت فاز بهدفي عبد الهادي خميس، في كاس الأمير أيضا في هذا الموسم كاظمة فاز بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب يوسف ناصر. وبالتالي تلك اللقاءات الأربعة التي جمعت ما بين الفريقين في هذا الملعب انتهت مرتين لمصلحة كاظمة ومرتين لمصلحة فريق نادي الكويت. كرة إلى صافرة موجودة 20 دقيقة مرت على بداية الأحداث في شوط المباراة الأول أو الثاني عفوا، والوضعية تشير إلى تقدم فريق نادي الكويت بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية. وكما ذكرت هذه المباراة أو هذه النتيجة ظهرت لمرة واحدة في لقاءات المباريات النهائية عندما نجح الكويت نفسه في الفوز على نادي السالمية في عام 1978. كرة عرضية خطيرة جدا من يصل إليها باتريك فابيانو، طالت وصلت سهلة إلى حارس المرمى مصعب الكندري، سيطر عليها مصعب، عادت لمصلحة الكويت عن طريق فهد لانسي أمامية لم تكن بالشكل المطلوب، وبالتالي تعود في الجانب المقابل تصل إلى أن تكون مرة أخرى لنادي كاظمة. كرة ملعوبة بشكل مميز جدا
وصلت إلى ناصر الفرج في منطقة الجزاء. ناصر يبحث عن مساندة، تتأخر المساندة، لا زالت المحاولة مستمرة قائمة، تغطية دفاعية لنادي الكويت، عودة بالكرة والمحاولة الماضية، الكرة فيها تسديدة لكن أيضا تغطية تأتي من سامي الصانع، المحاولة لا زالت قائمة في منطقة الجزاء. كظماوية 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 أبعدت أبعدت الكرة الماضية، عادت مرتدة، جمعة سعيد يحاول اللحاق بالكرة طويلة جدا على جمعة لمصلحة كاظمة مرة أخرى، يعلمون بأن المسة باتت صعبة بل تقترب من الاستحالة الآن، لكنهم في نفس التوقيت لا زالوا يحافظون على الأمل، لا زالوا يحافظون على الأمل، يبحث يوسف لكن أبعدت الكرة الماضية من أمام يوسف ناصر، عادت لمصلحة الكويت، تخلصت هذا المدرب ماتروك فلورين، ثاني مدرب روماني في تاريخ نادي الكويت، عفوا في تاريخ نادي كاظمة، بعد مواطنة إلي إلاتشي. وكاظمة حقيقة خلال تاريخه في كرة القدم الكويتية قدم مدربين وأسماء على المستوى الجهاز الفني الإيطالي، فيرماني، جيكي ميلان ماتشالا من الأسماء الرائعة جدا في تاريخ كرة القدم الكويتية والخليجية، الألماني تيوبو كير، برازيلي جوليو سيزار ليال، الهولندي بوسكام، الروماني إيلي ميلاتشي، وكل هذه الأسماء دربت نادي الكويت، عملت في نادي الكويت وأخرجت أسماء في تاريخ نادي كاظمة، كاظمة الذي قدم مجموعة رائعة جدا من الأسماء في كرة القدم الكويتية، والحديث عن جمال القبندي، محمود الشمري، يوسف السويد، فواز الأحمد، يوسف الدوخي، أيمن الحسيني، بدر حجة، عصام سكين، الفضلي، العمران، المطيري، نواف الحميدان، كل هذه الأسماء التي قدمها نادي كاظمة لنادي المنتخبات الكويتية ولكرة القدم الكويتية ستبقى محفورة في أذهان الكثيرين سواء على مستوى المدربين أو على اللاعبين. الكرة فيها محاولة تسديدة تأتي من يوسف ناصر لكن الكرة بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الملعب والمحاولة وصلت إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى عند مصعب الكندري، هذه الكرة والتسديدة من يوسف ناصر من مسافة بعيدة لكنها مرة تحولت إلى خارج أرضية ملعب يوسف الذي قضى تجربة احترافية خارجيا على مستوى الأندية الخليجية، حقيقة كان حاضرا ولو أنه لم يكن بذلك التوفيق ولم يقدم ذلك الأداء المطلوب، لكن يعود مرة أخرى يسجل حضوره هذه المرة بقميص نادي كاظمة ليعلن مرة أخرى عن نفسه في هذا الموسم ويقدم أداء مميز جدا. كرة إلى خارج أرضية ملعب رامي التماس لمصلحة كاظمة، أكثر سيطرة خلال اللحظات القليلة الماضية ويبدو الأمر طبيعيا ومنطقيا في منطقة الجزاء، محاولة دخول توغل ملعوبة لكن مصعب الكندري، مصعب الكندري يتدخل ويبعد الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، تصل الكرة بعد ذلك إلى ركلة ركنية، ركنية على يمين حارس المرمى مصعب، محاولة خطيرة لمصلحة كاظمة، الركنية تأتي الآن في الدقيقة 70، المحاولات لا زالت مستمرة، كاظمة يبحث عن تقليص الفارق. رأسية إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى، عند مصعب الكندري، 20 دقيقة متبقية مشاهدينا متابعينا في كل مكان قبل نهاية الأحداث هنا في هذا اللقاء الكبير والمنتظر قريب جدا، الكويت من تحقيق اللقب رقم 12 تاريخيا على مستوى هذه البطولة، لكن يعني نؤمن بمفاجآت كرة القدم وبمتغيراتها وبمتقلباتها، ولكن أيضا نؤمن بمعطياتها، كرة فيها صافرة موجودة، تدخل يأتي في اللقطة الماضية وبالتالي قرار حكم المباراة يأتي بوجود خطأ وبطاقة صفراء على يبدو الشمري،
البطاقة الصفراء. شوف التدخل في اللقطة الماضية من يوسف الخبيزي. أوهو سامي الصانع البطاقة الصفراء الثانية. نعم سامي عنده بطاقة صفراء وبالتالي هي البطاقة الصفراء الثانية الآن. هو يترك أرضية الملعب مطرودا، يترك أرضية الملعب مطرودا اللاعب سامي الصانع. لذلك يعتقد بأنه قد يغير المدرب محمد عبد الله رأيه في التغيير أو في التبديل القادم، لأن نشاهد عبد الله البريتشي يستعد للنزول إلى أرضية الملعب. عموما لا والله البريتشي راح ينزل، البريتشي راح ينزل وبالتالي قد يتواجد في مركز الظهير الأيمن. نعم مكان اللاعب سامي الصانع، رجل الذي صنع هدف المباراة الثانية وقدم كرة على طبق من ذهب للاعب فراس الخطيب. يترك أرضية الميدان إحسان الحربي. تبديل أول للمدرب محمد عبد الله. إحسان الحربي يترك أرضية الملعب والدخول لعبد الله بريكي. البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي الأحمر يعني قد يكون مستحقا على سامي الصانع بعد التدخل في اللقطة الماضية. عموما الكرة فيها صافرة موجودة وخطأ، خطأ لمصلحة كاظم. الآن فرصة لتقليص الفارق في مثل هذا التوقيت، أمر مهم جدا يلعبه مصعب الكندري. الكندري يتصدى ويظهر في التوقيت المناسب جدا ويبعد الخطر من خلال محاولة بكرة ثابتة وبالتالي يأتي الآن. شوف اللقطة الماضية ملعوبة من يوسف ناصر، لكن مصعب الكندري يبعد الكرة والمحاولة الماضية ويمنع كاظم من تقليص الفارق، يمنع كاظم من تقليص الفارق. تبديل آخر لنادي الكويت، فهد حمود هو من يستعد للنزول في أرضية الملعب. شوف هذا التصدي من مصعب الكندري. في مثل هذه الأمور تدخل حراس المرمى يكون في غاية الأهمية حقيقة. كرة ملعوبة من طلال الفاضل، لكن مصعب الكندري هو اللي يا سلام وضعها بشكل مميز جدا طلال الفاضل، لكن في الجانب المقابل أيضا تصدى لها بشكل أكثر تميزا مصعب الكندري وأبعد المحاولة الماضية والكرة الماضية ومنع فريق نادي كاظم من تقليص الفارق. فراس الخطيب يترك أرضية الملعب الآن والبديل هو فهد حمود الذي يدخل إلى أرضية الميدان خلال اللحظات القليلة القادمة كتبديل ثاني للمدرب محمد عبد الله. فهد يدخل إلى أرضية الميدان. كرة خلصها حسين حاكم إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس أو ركلة ركنية، تلعب ركنية تعود من جديد البحث عن العرضية في منطقة الجزاء. تأتي العرضية باتريك فابيانو، أمر طبيعي جدا ما نشاهد عليه الكويت في اللحظات القليلة الماضية من تراجع، وما نشاهد عليه أيضا كاظمة من محاولة تقليص الفارق. ربع ساعة أعتقد بأنها صعب جدا. خلصها خطفة كمارة خطفة، يتقدم يلعب كرة مرتدة سريعة لمصلحة الكويت، لكن أيضا تغطية دفاعية في اللقطة الماضية. تعيد المحاولة لمصلحة كاظمة من جديد، تقدم في اللقطة الماضية من فهد الهاجر سجل هدف، وهو من تقدم في اللقطة الماضية من أجل مساندة كمارة بعد تراجع جمع السعيد من أجل يعني تقديم الواجبات الدفاعية مع بقية الزملاء. باتريك فابيانو أبعدت من أمامه، عادت المحاولة من جديد على مشارف منطقة الجزاء لمصلحة كاظمة في الدخول في المنطقة، لا زالت قائمة، سقوط داخل المنطقة ولا وجود الخطأ بحكم أن حكم المباراة كان قريب جدا من الحدث في اللقطة الماضية وبالتالي أشار بالاستمرارية وأبعدت الكرة لتعود المحاولة من جديد في الجهة اليسرى عند الرحيلي. عادل الرحيلي ياهو، مرور بشكل مميز جدا من عادل في مرة أولى، في مرة ثانية يمر يتقدم يبحث عن لكن صافرة من سعد الحوطي، عفوا
سعد الفضلي. سعد الفضلي يعني احيانا بعض الاسماء التاريخيه لا تغادر الذاكره، وبالتالي من الاسماء المميزه ايضا في تاريخ كره القدم الكويتيه كابتن القدير سعد الحوت. كرة فيها محاولة من الفرج، صافرة وخطأ لمصلحة ناصر. عمر حبيتر يترك الكرة على تنفيذ عبد الرحمن البناي. البناي هي كرة بشكل جيد على مشارف منطقة الجزاء، كرة فيها تسديدة قوية جدا لكن إلى خارج أرضية الملعب. إلى خارج أرضية الملعب الكرة الماضية من طلال فاضل، مرة تحولت إلى ركلة مرمى عند مصعب الكندري. هذه كرة طلال فاضل، الفكرة كانت جيدة حقيقة لكن التنفيذ لم يرتقي إلى مستوى الفكرة، لم يرتقي إلى مستوى الفكرة. 4-1 نتيجة كبيرة جدا في المباراة النهائية حقيقة. نعم هنالك الكثير من النتائج التي ظهرت في المباريات النهائية، ويعني الانتصار مثلا السالمية على اليرموك 5-0، وانتصار القادسية أيضا على السالمية 5-0 في عام 2008، وانتصار كاظمة على الكويت 6-1 في 82، وانتصار أيضا العربي في أول نسخة على القادسية بسبعة أهداف مقابل هدف واحد. لكن خلال السنوات القليلة الماضية وبالتحديد خلال 10 سنوات وآخر 19 نسخة لم نشاهد هذه النتيجة الكبيرة والنتائج الكبيرة على مستوى المباريات النهائية، باستثناء ربما فوز القادسية على الجارة في انتصار كان متوقع وكبير، ويوم الجارة كان قد وصل للمباراة النهائية وسط مفاجأة أيضا لم تكن متوقعة لدى الكثيرين من متابعي ومتتبعي كرة القدم الكويتية. كرة من باتريك فابيانو، سدد مصعب الكندري عادته. لا 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 يحتسب ولا لا؟ لا يحتسب، لا يحتسب، لا والله. وسط جدل في اللقطة والمحاولة الماضية الهدف يتم احتسابه لنادي كاظمة، الهدف يتم احتسابه لنادي كاظمة. هذه الكرة الماضية والتقدم يأتي والمتابعة تأتي من البديل عمر حبيتر الذي يضع الكرة في الشباك ويعلن عن تقليص الفارق في البداية. المساعد الأول فارس الشمري يشير إلى وجود التسلل، لكن لا وجود فيها للتسلل، لا وجود فيها للتسلل أبدا. لا أعلم لماذا ارتفعت الراية ولا أتي القرار من حكم المباراة الحكم سعد الفضلي باحتساب هدف صحيح وهدف يأتي إذن لتقليص الفارق الآن. 4-2 4-2 في المباراة النهائية لكأس سمو الأمير مع بطاقة صفراء تظهر على ناصر الفرج. 10 دقائق 4-2 كاظمة في وضعية أفضل، الكويت منقوصة لخدماتها حادي لاعبي. هل تصل الأمور إلى يعني المتعة والإثارة المنتظرة خلال الدقائق القادمة؟ هذا أمر طبيعي جدا، لكن هل يحدث تغيير؟ هل يحدث تغيير على مستوى النتيجة؟ بالانتظار لأن الأمور لم تنتهي بعد، لم تنتهي بعد. هنا هدف تقليص الفارق يأتي من حبيتر بالقدم اليسرى، يضع بصمته في المباراة النهائية ويسجل اسمه وبالتالي يسجل هدف تقليص الفارق. هذه شوف لما يظهر باتريك فابيانو، لما يظهر باتريك فابيانو الامور بعد ذلك بكل تاكيد ستتغير كما تتغير يعني في اللقطه الماضيه. وبالتالي ياتي هدف تقليص الفارق الان وتصبح باربعه اهداف مقابل هدفين. 4-2 يعني انتصار الكويت على التضامن 4-2 في عام 1987، وهي المرة الثانية التي ظهرت في هذه النتيجة، إذ أن أيضا القادسية
انتصر على العربي بنفس النتيجة في المباراة النهائية في عام 1967. هاتين المباراتين الوحيدتين التي انتهت بهذه النتيجة المسجلة الآن 4-2. كرة فيها محاولة في منطقة الجزاء، إبعاد الكرة الماضية عادت من الفرج، لا زالت مستمرة، تسديدة قوية تأتي لكن عند حارس المرمى مصعب. مصعب يسيطر على كرته بالشكل المطلوب، يسجل كاظمة هدف في اللحظات القليلة القادمة، تصبح الأمور للمرة الأولى تاريخيا التي تشهد فيها المباراة يعني 4-3. شاهين الخميس يستعد للنزول إلى أرضية الملعب، وهو أحد الأسماء التي سبق وأن كانت حاضرة مع نادي الكويت وتحولت الآن لأن تكون مع نادي كاظمة، وبالتالي ينضم إلى مجموعة أو سلسلة من الأسماء التاريخية التي ارتدت ولعبت للفريقين. وكما ذكرت الحديث عن خالد الشمري، فادر لهيب، خالد الفضلي، وآخر الأسماء كان فادي العنزي. الآن يستعد للنزول إلى أرضية الملعب اللاعب شاهين الخميس خلال اللحظات القليلة القادمة. أحد اللاعبين الصغار الناشئين اللي يعتمد عليهم نادي كاظمة، كرة فيها محاولة، فرصة لجمع سعيد، يبحث عن التقدم لكن أيضا تغطية تأتي بتوقيت مميز جدا. إبعاد الكرة الماضية، المباراة يعني باحت ببعض الأسرار لكن لم تبح بكل أسرارها بعد، لم تبح بكل أسرارها بعد. الكويت منقوصا لعدد لاعب واحد وطرد اللاعب سامي الصانع، وبالتالي كاظمة يمتلك كامل الأفضلية في المواجهة الآن، يمتلك كامل الأفضلية في هذا اللقاء خلال اللحظات القليلة القادمة. كرة ملعوبة في الجهة اليسرى، محاولة مرور وتقدم، الوضعية لمصلحة كاظمة فيها تغيير لاتجاه اللعب، وصلت إلى الجهة اليمنى، عودة بالكرة الماضية، لا زالت المحاولة مستمرة. كاظمة يمتلك 7 دقائق من أجل العودة بنتيجة المباراة، الكويت يمتلك نفس الرقم من الدقائق من أجل الثبات والفوز والتتويج باللقب. من يصل إلى مبتغاه؟ من يحقق المطلوب؟ من يسجل أو من يحافظ؟ كرة فيها محاولة عرضية في منطقة الجزاء، مرت من الجميع، عادت مرة أخرى، لا زالت قائمة، تسديدة تأتي قوية لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. كرة إلى ركلة مرمى عند مصعب الكندري، هذه محاولة يوسف وهذا هدف عمر حبيتر، ويأتي التبديل الثالث الآن، يأتي التبديل الثالث. إذن شاهين الخميس ياخذ مكان عبد الرحمن البناي، نشوف يسحب لاعب مدافع او ظهير ويدفع بلاعب ناشئ في خط الوسط، كل الامور من اجل تحسين الناحية الهجومية اكثر واكثر، الوصول الى مرمى مصعب الكندري اكثر واكثر. حاول تسجيل هدف ثالث خلال لحظات قليلة قادمة، 3-4 دقائق يسجل فيها كاظمة هدف، هذا يعني بأنه سيمتلك أيضا على الأقل 5 دقائق أخرى من أجل الوصول إلى نتيجة التعادل، ولو أن الأمور لا زالت صعبة تقترب من الاستحالة. وفي عالم كرة القدم دائما وأبدا لازم نضع نسبة ولو بسيطة من أجل أن يتحقق المستحيل. كاظمة مركز الخامس في بطولة الدوري، كاظمة 3 خسائر وسبع انتصار او 6 انتصارات وتعادل في بطولة الدوري. كاظمة بفارق 6 نقاط عن الفريق المتصدر. كاظمة لم يتأهل من مجموعته في مسابقة بطولة كأس ولي العهد. كاظمة تنتظر مواجهة يوم الخميس القادم ليلعب ضد نادي الساحل في اطار مباريات الجولة 11 من منافسات بطولة دوري فيفا، وبالتالي يبحث ربما عن استعادة المجد اليوم، ويدرك تماما بأن الفرصة هذا الموسم فقط اليوم وليس يوما آخر، وليس يوما آخر. كرة أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس لمصلحة كاظمة، 5 دقائق متبقية قبل نهاية أحداث الوقت الأصلي، الأمور بنتيجة الانتصار ب4 أهداف مقابل هدف إلى الآن. كرة فيها محاولة تصل إلى يوسف ناصر، يلعب الكرة في الجهة اليمنى، المحاولة اللي زالت لمصلحة كاظمة، عرضية من فيصل دشتي في منطقة الجزاء، وبعدت في مرة أولى لا زالت قائمة. كرة فيها محاولة مرور بشكل مميز جدا، عرضية، عرضية خطيرة، خطيرة، لكن أيضا التدخل يأتي من عادل الرحيلي إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة بعد ذلك تصل إلى ركلة ركنية، ركنية لمصلحة كاظمة.
البديل شاهين الخميس على تنفيذ الركلة الركنية الآن. يبدو شقيق عبد الهادي خميس. كذا من الملامح من الشكل يبدو شقيق عبد الهادي الخميس. كرة إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى. كندري يلعبها أمامية وطويلة. كما ذكرت للمرة الأولى تلعب المباراة النهائية في فبراير. منذ انطلاقتها في عام 1962 وصولا إلى النسخة الماضية. بعد أن توقفت في عام واحد فقط. حضور رسمي للمباراة النهائية بتواجد سيدي نائب الأمير سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. توج الكويت في كأس ولي العهد. حاضر على تتويج الكويت في النسخة الماضية. توج الكويت في هذا الموسم. ما في البلد إلا هذا الولد. يعني أقصد نادي الكويت. ما في نادي آخر في البلد غير نادي الكويت. بطل 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 في كل موسم. اي والله. ويستحق ذلك. يعني تجري الرياح كما تشتهي سفينتنا. بالرغم من كل الظروف التي مرت خلال السنوات الماضية لكن طوعوا الصعاب. طوعوا الصعاب. كرة لمصلحة كاظم الآن. محاولة ملعوبة أمامية وبعدت في مرة أولى لا زالت محاولة مستمرة. خميس تسديده. أوه. الكندري يتصدى يبعد الكرة الماضية ويخلص فريقه من هدف بعد لمسة مميزة جدا جاءت عن طريق شاهين خميس. شاهين خميس شوف الكرة الماضية المحاولة بالركنية ملعوبة الآن لا زالت قائمة في منطقة الجزاء. فابيانو فابيانو لا 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 لا. هذه المرة سعد يلغي هدف فابيانو. يلغي هدف فابيانو في اللقطة الماضية بداعي وجود الدفع وبالتالي يلغى الهدف الثالث لنادي كاظمة. يلغى الهدف الثالث من محاولة ملعوبة بشكل مميز. شاهين مميز. شاهين مميز حقيقة. تستشعر هي لا وجود فيها للتسلل. اعتقد الغى بداعي الدفع. لا وجود للتسلل في اللقطة الماضية. الغى الهدف بداعي الدفع لوجود خطأ ربما على باتريك فابيانو. شوف الكرة الماضية ملعوبة بشكل مميز جدا من شاهين خميس. وبعد ذلك مصعب الكندري يتصدى. ثم بعد ذلك يأتي القرار هنا بوجود خطأ على باتريك فابيانو. بالرغم من أنه وضع الكرة في الشباك. لكن حكم المباراة سعد الفضلي أشار إلى وجود خطأ. أو خمس دقائق ستضاف كوقت بدل ضايع على أحداث شوط المباراة الثاني. خمس دقائق. أوه. لو لم يلغى هدف نادي كاظمة خمس دقائق هذه كان ممكن تعمل الشيء الكثير في المباراة. ايوه الكويت روضوا الصعاب. يعني لم يقفوا على ما كل ما يتمنى المرء يدركه. تجري الرياح لما لا تشتهي السفن. لا ما وقفوا على هذا فلأنهم تجاوزوا ذلك وذهبوا إلى تجري الرياح كما تجري سفينتنا. نحن الرياح ونحن البحر والسفن. إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه لو حاربته الإنس والجن. إيوه.
يلقاه ولو حاربته الإنس. مهم العزيمة، الإصرار، التحدي، المواصلة، عدم الياس. كرة بتسديدة لكن مصعب الكندي. برافو 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 مصعب الكندي، برافو مصعب الكندي، أداء مميز جدا. بالنسبة لمصعب الكندري في مباراة اليوم، ساهم بشكل أو بآخر حقيقة في أن يتواجد مع فريقه في مباراة اليوم. تصدى لأكثر من محاولة، لأكثر من فرصة، خصوصا بعد حالة الطرد كان ممكن أن تتغير الكثير من الأمور بالنسبة لنادي الكويت، لكن مصعب الكندري كان حاضرا في الوقت المناسب. كرة تعود من جديد، سيطر عليها مصعب الكندري الآن. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نلعب في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. الآن الأمور خلاص تقريبا حسمت بالنسبة لنادي الكويت هنا في هذه المباراة النهائية. كرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب الآن، ركلة مرمى. انتهت الامور، حسمت الامور. الكويت الى لقبه الثاني عشر تاريخيا هنا في هذا اللقاء بعد الانتصار الكبير على نادي كاظمة. كاظمة قدم اداء جيد حقيقة، لكن كان بالامكان افضل، خصوصا في الوقت الذي كان فيه التكافؤ حاضرا في ارضية الملعب بالعشرة او ب 11 لاعب مقابل 11 لاعب. بعد الطرد بانت افضلية نادي كاظمة، وهذا امر طبيعي جدا بحكم التقدم والارتياح على مستوى النتيجة بالنسبة لنادي الكويت. نلعب في لحظات أخيرة مشاهدينا متابعينا في كل مكان، كما ذكرت تدريجيا يقترب من الكبار الكويت ليصنع لنفسه مكانا ما بين تواجد العربي والقادسية. يقترب 12 لقب بفارق 3 عن العربي وبفارق 4 عن كاظمة. في فترة من الفترات كان الفارق يعني يصل إلى 5 و6 ألقاب. أوهو، بطاقة حمراء، بطاقة حمراء. لم نكن نتمنى بأن فهد الهاجري، إذن أو عفوا فيصل دشتي، يترك أرضية الملعب بالبطاقة الحمراء. وفي الجانب المقابل أيضا التحام ما بينه وما بين محمد كمارة. أعتقد بأن محمد كمارة، هذا فيصل دشتي وهذا كمارة، أو هذا لا والله هذا يوسف ناصر وجمعة سعيد. أول شيء يوسف ناصر وجمعة سعيد، ثم بعد ذلك ما الذي حدث. عموما الفضلي كان حاضرا، أشهر البطاقة الحمراء. دشتي يترك أرضية الملعب بالبطاقة الحمراء. خلاص الوقت الأصلي انتهى، وحتى الدقائق الخمس المحتسبة والمقدرة كوقت بدل ضائع هي الأخرى انتهت. الكويت يقترب من الحسم، بل هو حسم الأمور خلاص فيما يخص اللقب. أعتقد بأن الأمور كلها حسمت. قد يسجل كاظمة نعم من هذه المحاولة، لكن هذا لا يعني أبدا بأنه سيتعادل أو سيعود لأرضية الملعب بنتيجة. عموما كرة فيها محاولة تأتي من يوسف ناصر، خطيرة جدا إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. الكندري في أرضية الميدان، اللحظات الأخيرة بانتظار صافرة النهاية بالنسبة للكويت. الانتصار يصنع اللقب رقم 12 تاريخيا، الانتصار يصنع اللقب رقم 12 تاريخيا بالنسبة لنادي الكويت. يقترب تدريجيا من ملاحقة الكبار، وهو أحد العناصر وأحد كبار كرة القدم الكويتية، ولا أحد يختلف على ذلك. صافرة النهاية إذن، صافرة النهاية إذن مشاهدينا متابعينا في كل مكان. الكويت بطلا للمرة الثانية عشر في تاريخه،
بطلا للمرة الثانية عشر في تاريخه، هذه المرة على حساب نادي كاظمة. عميد وعنوانك بطل وخصمك أمامك يمتثل، وكل انضرب فيك المثل، كل اختيار انت العميد، هذا الكويتاوي العنيد يبهرك فنه. الكويت بطل للمرة الثانية عشر تاريخيا، وهذا الانتصار مستحق يظهر هنا في هذه المرة للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة في السنوات الأربع الأخيرة ليثبت علو كعبه في الفترة الأخيرة على مستوى كرة القدم الكويتية. مبروك هذا الانتصار الكبير للعميد الكويتاوي، هارد لك للسفير الكظماوي. هذه الخسارة على أمل العودة خلال السنوات القليلة القادمة بحول الله، هل في العام القادم لما لا؟ كاظمة يمتلك كل المقومات من أجل العودة إلى منصة التتويج كبطل. نترككم مع الأفراح، كما نترككم مع الزميل عبد الله الأنصاري وضيوفه في الاستوديو التحليلي الكابتن محمد إبراهيم ويوسف سويد، على أمل العودة بحول الله مع لحظات التتويج خلال لحظات قليلة قادمة.
مبروك لنادي الكويت فوزا في بطولة كأس سمو الأمير. والحين إن شاء الله بعد شوي راح نسحب على الجوائز، سيارات وهواتف نقالة وتذاكر سفر بعد التتويج إن شاء الله. أفضل لاعب في هذه المباراة لاعب نادي كاظمة طلال فاضل، وجائزة مقدمة من فيفا للاتصالات 500 دينار كويتي. مبروك.
مشاهدينا متابعينا في كل مكان، مرحبا بكم وعودة مجددة تجمعني وإياكم مرة أخرى في مراسم التتويج. في هذه المرة كاظمة صاحب المركز الثاني، لكن قبل ذلك شاهدنا التضامن أيضا، الفريق الذي أنجز وقدم الكثير من خلال هذه البطولة ووصل إلى الدور نصف النهائي ونجح في أن يكون أحد عناصر وفرسان الرهان لولا الخسارة بهدف مقابل لا شيء. الآن يأتي دور الحكام، حكم سعد الفضلي حكم المباراة الذي يدار المباراة بشكل جيد حقيقة لولا بعض الأمور التي حدثت خصوصا في اللحظات الأخيرة من المباراة، باستثناء ذلك فالوضع كان بشكل مميز هو وبقية الأسماء. فارس الشمري الحكم المساعد الأول، يعقوب للسهيل حكم المساعد الثاني، علي فؤاد حكم الرابع في هذا اللقاء، كلهم يتقدمون للسلام على سيدي راعي المناسبة والحصول على الذكرى من نائب سمو الأمير سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله من خلال التوقيع على الكرة الخاصة بالمباراة والاستلام الهدايا التذكارية أيضا الخاصة بهذه المناسبة من راعي المناسبة. الحضور الكبير حقيقة في هذا اللقاء، الكل قدم كل ما يمكن أن يقدم من أجل تنظيم هذه التظاهرة ومن أجل إنجاحها والخروج بالصورة المشرفة لكرة القدم الكويتية. أعتقد بأن الأمور كلها كانت في غاية الروعة وصولا إلى مراسم التتويج
من يعني بداية المباراة تنظيميا قبل المباراة، عملية دخول وخروج الجماهير أمنيا، الأمور كانت في غاية الروعة. الأوبريت الذي سبق المباراة حقيقة، الذي نقدم كل التحية والتقدير فيه للسيد أحمد دوقشي أحد القائمين يعني المسؤولين عن الأوبريت الغنائي المميز جدا في احتفالية كانت رائعة قبل بداية هذه المناسبة. الحضور الجماهيري المميز، أداء الفريقين اللي كانوا حاضرين بشكل مميز جدا أيضا من خلال مستوى انتهت فيه المباراة بستة أهداف، 4 للكويت، 2 لكاظمة. في المنصة الرئيسية أيضا معالي رئيس مجلس الأمة السيد المهندس مرزوق بن علي الغانم، سمو رئيس مجلس الوزراء السيد جابر المبارك الحامد الصباح، معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الصباح، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، معالي وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة أيضا السيد خالد الروضان، الرجل الذي يحمل أيضا على عاتقه مسؤولية خلال الفترة القليلة القادمة من أجل المساهمة بشكل أو بآخر في حل كل القضايا الخاصة برياضة كرة القدم وغيرها من الرياضات في الكويت، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد جابر العلي الصباح، والآخر أيضا رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد الكويتي لكرة القدم السيد فواز الحساوي من الأسماء الحاضرة أيضا هنا في المنصة الرئيسية. وبالتالي الكل يتفق على أن يكون حاضرا، بالإضافة إلى هذا الشخص الموجود في آخر الصورة رئيس مجلس الإدارة لإدارة المدير العام للهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصور الصباح أيضا. كل هذه الأسماء، كل هذه الشخصيات جاءت وهي على ثقة تامة وتدرك تماما أهمية كرة القدم من أجل رعاية الشباب ومن أجل الوقوف مع كل الرياضيين هنا في دولة الكويت. حكام المباراة لا زالوا يعني يتقدمون للسلام على راعي المناسبة، ولا زالوا يأخذون توقيع سيدي نائب سمو الأمير سمو ولي العهد ويحتفظون بهداياهم التذكارية في هذا اللقاء الكبير، في هذه المباراة النهائية، في هذا الحضور الكبير بالنسبة لهؤلاء الأشخاص أيضا. الآن يتقدم رئيس نادي كاظمة أسعد البنوان وهدية للذكرى لسمو ولي العهد راعي المناسبة، ويتقدم لاعبو نادي كاظمة. مشوار جيد لكاظمة في هذا الموسم حقيقة على مستوى بطولة الكاس، هو تصدر مجموعة اللي فيها الكويت واستطاع من أن يفوز على نادي الكويت في دوري المجموعات بهدف، ووصل بعد ذلك إلى أن يكون حاضرا متصدرا لمجموعته. حارس المرمى شهاب كنكوني حضور في السنوات القليلة الماضية على أمل العودة مرة أخرى للتتويج كبطل، أنت بطل يا شهاب. وبقية الأسماء الحاضرة أيضا عبد الرحمن البناي، الرجل الذي قدم أداء مميزا في مباراة اليوم أيضا كان حاضرا بشكل رائع جدا، شاري العازمي هو الآخر بالرغم من أنه ترك أرضية الملعب في شوطها الثاني لكن أداء كان جيد. تقدم بقية اللاعبين من لاعبين إداريين يعني جهاز فني بالنسبة لنادي كاظمة، الكل يستحق الإشادة، يستحق التقدير على كل الأداء اللي قدموه في هذا اللقاء وفي هذه المسابقة على وجه التحديد، والعودة للمباريات النهائية. شاكر رقيعي المحترف التونسي صاحب 30 سنة، الرجل القادم من الدوري التونسي من الترجي، هو الآخر أيضا مستويات مميزة خلال الفترة الماضية ولو أنه لم يقدم الأداء المطلوب في مباراة اليوم لكن ساهم بشكل أو بآخر. عمر حبيتر صاحب الهدف الثاني، ذكرى ستبقى بالنسبة لهذا الرجل الذي سجل في المباراة النهائية دائما وأبدا على أمل العودة من أجل الوصول والتتويج باللقب. عبد الله الضفيري الذي دخل في شوط المباراة الثاني أيضا قدم الأداء، المهاجم يعني أو المدافع ليما، هذا المدافع ليما هو الآخر حضور في المباراة النهائية. الميداليات الفضية لنادي كاظمة الذي
يصل للمباراة النهائية مع هذا المدرب فلورين ماتروك، لكنه لم ينجح في التتويج باللقب الثامن تاريخيا. نادي كاظمة الذي يصل للمرة السادسة عشر أو يخسر اللقب للمرة العاشرة، يخسر اللقب للمرة العاشرة بعد 17 نهائي فاز باللقب في 7 مرات، خسر في 10 مرات، وبالتالي يبحث عن العودة خلال الفترة القادمة. ناصر الفرج الذي أعاد الأمل مع نهاية شوط المباراة الأول بالنسبة لكاظمة بعد ما سجل في مرمى الحارس مصعب الكندري. بقية الأسماء تتقدم من إداريين، لاعبين، جهاز فني. بالنسبة للسفير نادي كاظمة الذي دائما ما كان حاضرا في الحدث على مستوى كرة القدم الكويتية، الفريق الذي توج بالعديد من الألقاب وقدم الكثير من الأسماء، 4 ألقاب دوري، 7 ألقاب على مستوى كأس الأمير، لقب في بطولة كأس سموي ولي العهد، بطولتين لبطولة كأس الخرافي، بطولة الخليج مرتين 87 و95، بطولة السوبر وصيفا في عام 2011، وبطولة كأس الاتحاد الكويتي في النسخة الماضية من العام الماضي. مجموعة من الألقاب وضعت كاظمة أحد أضلاع التألق والإبداع في كرة القدم الكويتية، واحد الأندية التي ساهمت بشكل كبير جدا خلال السنوات والسنوات من خلال الأسماء الكبيرة التي قدمتها. طلال الفاضل هذا واحد من الأسماء التي تميزت في مباراة اليوم، بل أنه ذهب بتميزه بعيدا إلى أن يحصل على رجل المباراة الأول، على أن يحصل على رجل المباراة الأول في المباراة النهائية. يوسف ناصر ربما كان بالإمكان تقديم أفضل مما كان يا يوسف، لكن شكرا على الأداء الذي قدم يوسف، على الظهور الذي ظهر به من خلال هذه المواجهة وفي هذا اللقاء. بقية الأسماء تواصل الظهور. شكرا لنادي كاظم على كل ما قدمه في المباراة النهائية. العزيز المرزوق رئيس نادي الكويت، وهدية تذكارية لراعي المناسبة. الآن تظهر لكم أرقام بأسماء بلاعبين الأبطال، بصور للاعبين الأبطال. أبطال خالد الغانم نائب رئيس نادي الكويت أيضا يتقدم للسلام على سمو ولي العهد راعي المناسبة. مجموعة من الأسماء الحاضرة على مستوى مجلس إدارة نادي الكويت، كل أعضاء مجلس الإدارة يحق لهم حقيقة، ما شاء الله في هذا الموسم طالعين منصة نازلين منصة، طالعين منصة نازلين منصة، وفي كل مرة أبطال، أبطالا للسوبر، أبطالا لكأس ولي العهد، أبطالا الآن لكأس سمو الأمير عادل عقلة، رجل الذي قدم الكثير والكثير حقيقة من العطاء خلال السنوات والسنوات الماضية مع نادي الكويت. الآن نائب رئيس جهاز الكرة في نادي الكويت محمد الهاجري مدير الفريق، أحمد صبيح الشمري إداري الفريق، كل الأعضاء والإداريين الحاضرين يستحقون التحية والتقدير على العمل الكبير الذي يقدمونه في هذا الموسم مع العميد الكويتاوي
بالانتصارات المتتالية بالألقاب المتتالية، بقي لقب واحد فقط في هذا الموسم على مستوى كرة القدم الكويتية، والعميد هو من يتصدر إلى الآن بعد مرور 10 جولات لقب بطولة الدوري. نعم دوري فيفا، لكن الصراع سيكون محتدم كبير ما بينه وما بين العربي وما بين نادي القادسية، لأن الفارق نقطة نقطة، حتى كاظمة خامسا يعني بفارق 6 نقاط، شوية يشد حيلة، ممكن أن تتغير الكثير من الأمور خلال خارطة بطولة الدوري في الكويت خلال الأسابيع القادمة. تعود مع نهاية هذا الشهر بطولة الدوري، ويعود العميد الكويتاوي مرة أخرى للعمل من أجل التتويج الرابع في هذا الموسم. 3 ألقاب خلاص باتت مضمونة، 3 ألقاب في الخزينة، لاعبون نادي الكويت الأبطال لمسابقة كأس سمو أمير البلاد يتقدمون لاعبا تلو الآخر من أجل السلام على نائب سمو الأمير سمو ولي العهد راعي المناسبة يوسف الخبيزي، الرجل الذي قدم مستوى مميز الحقيقة خلال طوال الفترة الماضية. يتقدم حسين الحربي أساسيا في مباراة اليوم، حضور جيد، خروج في اللحظات الأخيرة، بطل سامي الصانع، صانع الهدف الثاني في غاية الروعة. عبد الهادي خميس أو لاعب تلو الآخر، موسم استثنائي جدا العميد الكويتاوي الذي يصل للمباراة النهائية للمرة 21 ويتوج باللقب للمرة 12. شوف الكويت فشل في 4 مرات وصل فيها للمباراة النهائية، 4 مرات متتالية، حتى عام 76 فاز باللقب، بعد ذلك 76 77 78 و80، حقق 4 ألقاب في ظرف 5 سنوات، ثم 85 87 88، 3 ألقاب في ظرف 4 سنوات، ثم غاب لفترة طويلة حقيقة، يعني تقريبا 20 سنة حقق فيها لقب واحد فقط نادي الكويت من 88 إلى عام 2008، لقب وحيد كان في 2002 على حساب الجهرة، 2009 بطل، 2014 بطل، 2016 بطل، وفي النسخة الحالية بطل. هذا الرجل الذي يصنع الكثير من الفارق حقيقة، جمعة سعيد يقدم الكثير من الأداء المتميز مع الفريق، أيضا محمد كمارة الذي فتح طريق المباراة النهائية بهدف في غاية الروعة، سيبقى عالقا في ذاكرة كرة القدم الكويتية بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سجل وصنع الفارق لمصلحة فريقه وفتح الطريق كما ذكرت للقب 12. فهد العنزي، ولو أن الحضور لم يكن بالشكل المطلوب لكن هذا أمر طبيعي جدا ربما في الكثير من اللاعبين، لكن حقيقة من يستحق التحية والتقدير محمد عبد الله مدرب الفريق، الرجل الذي توج باللقب 7 في مسيرته، 3 له كمدرب، النسخة الماضية هو حاملا للقب، في 2009 أيضا هو حاملا للقب على حساب العربي وعلى حساب القادسية، أتى بالألقاب لمصلحة العميد الكويتاوي، واليوم على حساب الجهرة أو عفوا على حساب كاظمة، وسبق وأن حقق اللقب أيضا 4 مرات كلاعب، 4 مرات كلاعب. عبد الله البريتشي غاب عن مباراة اليوم لكن ظهر في اللحظات الأخيرة، عبد الهادي خميس يتقدم الآن للسلام على راعي المناسبة، أيضا هو من الأسماء التي كانت مؤثرة في مسيرة نادي الكويت من خلال الدور الأول ودوري المجموعات، لكنه غاب عن المباراة النهائية. مصعب الكندري حارس المرمى المتألق الذي برز دوره بشكل كبير جدا حقيقة في اللحظات الأخيرة بعد الطرد في رأس الخطأ، أيقونة المحترفين في كرة القدم، خلاص خلاص، واحد من أهل الكويت، واحد من عيال الكويت، واحد من أبناء الكويت، هو نفسه، حتى الكويتيين نفسه لا يستشعرون أبدا حقيقة لأن هذا الرجل بعيدا عنهم غريبا عنهم، وتحدث لهجته
يعني يمارس أطباع. فهد عوض قائد الفريق حسين حاكم جراح الأثيقي يتقدم للسلام والحصول على كأس سمو الأمير. مبروك ألف ألف مبروك لنادي الكويت اللقب الثاني عشر تاريخيا في مسيرته هنا في هذه البطولة، اللقب الثاني في المتتالي واللقب الثالث خلال السنوات الأربع الأخيرة. الكويت وبيحرف من ذهب يواصل كتابة اسمه في كرة القدم الكويتية ويثبت فعليا بأنه أحد عناصر النجاح بالنسبة للكرة الكويتية خلال سنوات وسنوات. إنجاز تلو الآخر، لقبا تلو الآخر، والبطولات تستمر إلى قلعة العميد الكويتاوي مباشرة بالأفراح بالمسيرات من هنا من أرضية ملعب استاد جابر إلى كيفان. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أرجو أن أكون قد وفقت في نقل أحداث المواجهة على أمل الالتقاء. دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء. شكرا لممثل سمو الامير سيدي سمو الولي العهد الاخوان الاخوه الكرام الشعراء، ومبروك لنادي الكويت الفوز ببطوله كاس